بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقه جديده من ملوك الصلاه. زي ما عودناكم كل يوم جمعه بنطلع مع حضراتكم من 7 ل 9 على قناه النادي الاهلي عشان نحط الضوء على كل الالعاب الاخرى وكل الاحداث المهمه اللي حصلت بالنسبه للالعاب الاخرى خلال اسبوع كامل. الحقيقه حلقتنا النهارده هتكون 4 فقرات، الفقره الاولى المقدمه اللي انا مع حضراتكم فيها دلوقتي وهتكون فيها اخبار مهمه حصلت خلال الاسبوع اللي فات داخل النادي الاهلي، وكمان بعض الاخبار طبعا على الساحه الرياضيه مش هنقدر نتجاهلها، وبعد كده في 3 فقرات هينضم ليا ضيوف طبعا كبار، يعني هينضم ليا في الفقره الاولانيه الكابتن ايمن سعد مستشار رئيس مجلس اداره النادي الاهلي او مستشار مجلس اداره النادي الاهلي لالعاب الماء، الحقيقه شخصيه مهمه هنحط الضوء عليها وهنعرف تاريخه، ليه تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي. عندنا فقره ثانيه مع كابتن ياسر داوود المدير الفني لالعاب القوى بالنادي الاهلي، والفقره الثالثه هيكون معانا 2 من نجمات الكره الطائره في النادي الاهلي، شروق ومعانا مريم متولي، شروق فؤاد ومريم متولي. الحقيقه يعني فقرات بنحاول من خلالها ان احنا نحطكم في اجواء الالعاب الاخرى، لان يعني الحقيقه مجهود بيبذل طول الاسبوع يعني في الالعاب الاخرى يمكن مش واخدين حقهم، لان في مجهود بيبذل كبير جدا ويمكن زي كره القدم بل اكثر كمان، لان العاب كتيره وفرق كتير جدا جدا. خلينا ابتدي معاكم بالاخبار. الحقيقه في خبر يعني كنت حابب ابتدي بيه، هو خروج منتخب مصر لكره السله من دور الثمانيه في بطوله افريقيا، خسر من المغرب امس 66-62 الحقيقه، وكان قبلها البطوله اقيمت في السنغال التصفيات، وبعد كده الفرقه سافرت الى تونس للعب النهائيات. الحقيقه المنتخب ظهر بمظهر مش يعني قد كده، الحقيقه خسر من السنغال فرق 36 نقطه، والحقيقه ده كان هيفي سكور. منتخب مصر الصراحه ما خسرش قبل كده من السنغال بالشكل ده. السنغال رايحه بالفرقه اغلبها محترفين في الدوري الامريكي، ولكن مصر يعني ما كانتش حتى لو خسرت من هذه الفرقه بتخسر فرق قليل، 36 نقطه ده كان فرق كبير وقاسي جدا على منتخب مصر. احتل تاني مجموعته وراح قبل المغرب في دور الثمانيه في تونس، خسر 66-62 الحقيقه. انا بس عايز اعلق سريعا على الموضوع ده، طبعا ضعف الاعداد كان عليه عامل كبير جدا، اعداد ما كانش على الشكل اللي يجب للمنتخب. البطوله دي ليست مؤهله لحاجه، لان الباسكت اصبح زي كره القدم هيبقى رايح جاي، تاهيل عباره عن دوري مجموعات رايح جاي، هياخدوا منه الاول يتاهل مباشره الى كاس العالم، هيكون 5 فرق هيتاهلوا زي كره القدم. ولكن البطوله دي بطوله امم افريقيا مهمه لشكل مصر، مش مهمه لمنظر مصر. نمره 1 ضعف الاعداد، الاعداد كان معسكر داخلي يعني ما كانش فيه انتظام اغلب اوقاته، يمكن ده كان سبب رئيسي من الهزيمه. يمكن الحاجه الثانيه غياب اللاعبين المحترفين بالخارج، ولازم الحقيقه يبقى في حل وقفه جامده كبلد مع اللاعب الذي يمتنع عن تمثيل منتخب بلده. بنشوف محمد صلاح الراجل واخد احسن لاعب الاسبوع ده في اوروبا على ميسي ورونالدو، وبيجي اول ما منتخب بلده يقول له تعالى بيجي. محمد صلاح اللي بملايين وبياخد ملايين لما منتخب مصر يقول له تعالى بيجي، في حين ان منتخب مصر مش فارق معاه فلوس، مش فارق معاه اي حاجه، ولكن في التزام قدام بلدك. يعني في ناس انا بعتبر منتخب مصر ده زي الجيش، انت راجل بتروح تأدي الخدمه العسكريه، في ناس بتستشهد، في ناس بتتعب، الناس ما بتقولكش تعالى استشهد، بتقول لك تعالى مثل بلدك. اللاعب اللي الحقيقه لازم يبقى فيه وقفه من اللجنه الاولمبيه المصريه، ان لازم اللاعب الذي يمتنع عن حضور مع منتخب بلده يلعب مبارياتها لازم يكون فيه جزاء، لازم اللاعب ده يتجازى، لان مش ممكن احنا مصر وقفت جنبك وسفرتك وطلعت بره وبدات تلعب في جامعات وبدات تتعرف وبدات وي وي وي، وبعد كده يجي يقول لك تعالى العب بطوله افريقيا تقول له لا والله انا خايف اتصاب، اصل الحقيقه الجامعه مش هينفع ان انا ابقى فيها. طبعا لازم يكون في وقفه من اللجنه الاولمبيه المصريه، ويا ريت يبقى في حد شايفنا، عشان الامور دي بقت للاسف بقت ظاهره هروب اللاعبين من تمثيل منتخب مصر. نتمنى للباسكت طبعا كل التوفيق الفتره اللي جايه ان شاء الله بعد بطوله افريقيا. الحقيقه معانا بعض الاخبار سريعا هستعرضها مع حضراتكم. رجال اليد بالنادي الاهلي فازوا على هليوبوليس في الدوري العام. حقق الفريق الاول لكره اليد رجال بنادي الاهلي تحت قياده المدير الفني الكابتن عاصم حماد فوزا مهما على فريق هليوبوليس في المباراه التي جمعت الفريقين امس ضمن منافسات بطوله دوري المحترفين. دي طبعا دي لقطات ارشيفيه من مباريات كره اليد، وقدم الفريق عرضا قويا ونجح في انهاء المباراه لصالحه 35-23. خليني افكركم ان نادي هليوبوليس كسب الاهلي السنه اللي فاتت في نهائي الكاس، المباراه كانت من حوالي شهرين او يعني تقريبا شهرين. الاهلي النهارده بيفوز ب 35
23 فرق كبير. يمكن هليوبلس فقد لعيبه او يعني افتقد للعيبه يحيى الدرع اللي احترف خارج مصر، ولكن نتيجه 35-23 دي نتيجه كويسه جدا في اطار ثالث جولات بطوله دوري المحترفين، واقيمت المباراه في صاله هليوبلس. يذكر ان الفريق حقق الفوز على النادي البورسعيدي ثم تتعادل مع طلائع الجيش. الحقيقه برضو مباراه مهمه، استعداد فرقه اليد هتخوض بطوله افريقيا الابطال الدوري الشهر القادم في تونس. الحقيقه هتبقى بطوله صعبه جدا، لان الخمس فرق بتاع تونس بيستعدوا استعداد فوق الرائع لهذه البطوله. بطوله صعبه، بطوله قويه، النادي الاهلي بيستعد لها بكل استعداد ليها، ولكن محتاجين دعم، محتاجين دعم جماهيري، محتاجين حشد، محتاجين نحسس الولاد ان هم فعلا بيتعبوا وحاطين هدف قدامهم ان هم يرجعوا بالكاس اللي احنا حامل لقبه حتى الان. احنا حامل لقب بطوله افريقيا الابطال الدوري. كل التوفيق طبعا لكابتن عاصم حماد. الحقيقه كابتن عاصم حماد رافع درجات الاستعداد القصوى، مانع اللعيبه اللي تلعب اي تصريح، مانع اللعيبه تطلع في اي لقاءات تلفزيونيه، هو نفسه ما بيطلعش، مش عايز مباراة تتذاع، عايز يشتغل في صمت لغايه ما يوصل ان شاء الله لبطوله افريقيا الشهر القادم في تونس. الخبر الثاني اللي معانا انطلاق بطوله هشام منسي للكاراتيه اليوم على صاله النادي الاهلي. الحقيقه الكاراتيه في النادي الاهلي هو الكاراتيه في مصر. 80% او 90% من لعيبه المنتخب هم من لعيبه النادي الاهلي. الكاراتيه طبعا عندنا عضو مجلس اداره مهند مجدي كان بطل عالم، فالموضوع ده ادى دفعه كبيره من مجلس اداره للكاراتيه في الوقت اللي هم ما كانوش محتاجين الدفعه دي، لان في الحقيقه الكاراتيه من غير يعني اي دفع الحقيقه عاملين انجازات كبيره جدا، ولكن وجود الدكتور مهند الحقيقه اداهم دفع معنوي، تذليل العقبات. طبعا دي لقطات من صاله الكاراتيه بالنادي الاهلي. انطلقت في الساعه 9 من صباح اليوم الجمعه امس طبعا او اليوم الجمعه بطوله الوفاء للمرحوم الكابتن هشام منسي، والذي ينظمها جهاز الكاراتيه بالنادي خلال فتره من 15 ل 16 سبتمبر الجاري بصاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيره. واكد الدكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه ان ما يقرب من 2000 لاعب ولاعبه سيتنافسون في البطوله بمنافسات الكاتا والكوماتيه جماعي وفردي في المراحل السنيه من عمر 5 سنوات وحتى 18 سنه بنين وبنات. الحقيقه 2000 لاعب لما يكونوا موجودين في النادي الاهلي في التوقيت ده حقيقه بيقول او بيدي مؤشر قد ايه النادي الاهلي يعني في الكاراتيه يعني قلعه كبيره، لم يكن هو القلعه الوحيده في مصر او قلعه كبيره في مصر بتمد المنتخب باللاعبين. عندنا ابطال كبار، عندنا ابطال عالم، عندنا مجموعه كبير، ولطالما يعني حطينا الضوء على الكاراتيه. ولكن يعني طبعا تأبين كابتن هشام منسي الحقيقه ذكرى لازم يعني نتذكرها جميعا، وكمان البطوله دي اكيد هتكون خير اعداد للفرق في النادي الاهلي والفرق عامه في مصر، لان اكيد هتبقى ما فيش بطوله بالحجم ده 2000 لاعب مشاركين فيها بتهيألي غير بطوله النادي الاهلي او بطولات النادي الاهلي. معانا خبر ثالث، كابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق الاول للسيدات كره الطائره قال لنا سيدات طائره الاهلي تبدا المباريات الوديه الاسبوع المقبل. اكد كابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق الاول لكره الطائره السيدات بالنادي الاهلي ان الفريق يؤدي تدريباته اليوميه استعدادا للموسم الجديد. دي احد التدريبات، طبعا كابتن حمدي الصافي معانا على الشاشه، ودي التدريبات بدنيه للاعبات في الصاله رقم 2 بالنادي الاهلي بالجزيره. شايفين الجديه الاداء الحقيقه يعني جهد كبير بيبذل. واشار كابتن حمدي الصافي ان الفريق سيبدا مرحله خوض المباريات الوديه الاسبوع المقبل استعدادا لانطلاق الدوري اكتوبر المقبل في غياب اللاعبات ايه الشامي ومريم مصطفى، فريده العسقلاني، نور ياسين امين، ورحمه المهندس لمشاركتهن مع المنتخب الوطني ببطوله كاس العالم تحت 13 سنه بسلوفانيا. الحقيقه عاملين اداء كويس. امبارح منتخب مصر تحت 23 اللي بيشارك فيه خمسه من ابناء النادي او بنات النادي الاهلي الحقيقه بيأدوا اداء رائع. خسروا امبارح من الارجنتين 4-3، النهارده في مباراه مهمه على ضوءها ممكن مصر تلعب من الخامس للثامن. الحقيقه لو وصل الانجاز ده الحقيقه هيبقى انجاز كبير جدا لما مصر تلعب من الخامس للثامن. شايفين الحقيقه الكره الطائره الفتره اللي فاتت شايفه طفره كبيره، نتمنى نشوف الطفره دي ان شاء الله في اليد. الصوره طبعا مبينه شروق فؤاد هتكون معانا طبعا في الفقره الثالثه، ومعانا مريم متولي طبعا بعد ما رجعت من عمليه بالكتف ان شاء الله بدات عمليه تاهيل هيكونوا معانا. الحقيقه يعني المنتخب وطبعا النادي الاهلي قوام كبير جدا من قوام المنتخب، طبعا شغل واكيد ده في الاخر بيصب لمصلحه المنتخب الوطني. طيب عندنا خبر كمان ان تنس الطاوله بالنادي الاهلي تستعد للبطوله العربيه. أكد أشرف عبد الفتاح رئيس جهاز تنس الطاولة بالأهلي أن الفريق يواصل تدريباته اليومية بصالة تنس الطاولة بمقر الأهلي بمدينة نصر استعدادا للبطولة العربية والتي من المقرر أن تستضيفها لبنان مطلع نوفمبر القادم.
وأضاف عبد الفتاح أن دعوة المشاركة في البطولة لم تصل للأهلي بعد، ولكن الفريق يؤدي تدريباته للحفاظ على لياقته الفنية والبدنية قبل البطولة. وأوضح عبد الفتاح أن صفوف الفريق ستكتمل الأسبوع الجاري بعودة كابتن الفريق الكابتن السيد لاشين بعد أدائه فريضة الحج. طبعا يعني ربنا يتقبل ويرجع بالسلامة. كابتن سيد راجل محترم، كابتن الفريق ولاعب مميز، لاعب محترف على قدر عالي من الأخلاق و يعني على مستوى رائع، وأدى كتير للنادي الأهلي. يرجع بالسلامة إن شاء الله وينضم للفريق. أشار عبد الفتاح السيد لاشين كان لديه رغبة في اعتزال اللعب، ولكن الجهاز الفني أقنعه بالاستمرار لحاجة الفريق لجهوده وخبراته. حقيقة يعني الشغل اللي بيبذل ومجهود بيبذل طول الموسم، الحقيقة من شهر 10 هيبتدي الجد، من شهر 10 تبتدي أغلب الفرق منافساتها سواء الأفريقية أو المحلية. ما فيش غير دوري واحد أو اتحاد واحد هو اللي حط جدوله حتى الآن، وهو اتحاد اليد. طبعا دي حاجه تحسب له بالرغم من وجود انتخابات، ولكن حطوا جدول عشان على ضوء استطاع النادي الاهلي ان يحط التزاماته الافريقيه والخارجيه. الحقيقه هنطلع فاصل وهنرجع طبعا عشان نستقبل ضيفنا الاول الكابتن ايمن سعد مستشار مجلس اداره النادي الاهلي في العاب الماء. الحقيقه هديكم نبذه سريعه قبل ما يخش لنا الكابتن ايمن. هو طبعا عضو باللجنه الفنيه للسباحه بالاتحاد الدولي، سباح دولي عام 88 وحقق ثالث العالم، مدير اداري بالنادي الاهلي سابق، طبعا سكرتير عام بالاتحاد المصري سابق، مدير تنفيذي باتحاد الامارات لمده 15 عام. من اشهر الشخصيات في العالم في تنظيم البطولات العالميه والعربيه، ونظم 54 بطوله عالميه. مرشح لانتخابات طبعا او يعني مرشح لانتخابات السباحه على مقعد الرئيس، من ضمن العشر الاوائل في الترتيب العالمي لمده 8 سنوات كسباح، 20 عام داخل النادي الاهلي. الحقيقه تاريخ كبير جدا جدا للكابتن ايمن سعد، الحقيقه مش غريب على النادي الاهلي وابناء النادي الاهلي لما بيتم استعانه بيهم في اي منصب او في اي موقع بيحط خبراتهم. هنقعد معاه هنتكلم عن الانجازات اللي حصلت في السباحه الفتره اللي فات على مستوى المنشات على مستوى المنافسات. هتبقى فقره حلوه، ما تروحوش بعيد، انتظروني. هنطلع فاصل سريع وارجع لحضراتكم ونستقبل الكابتن ايمن سعد. بحضراتكم من جديد. انضم لي في الاستوديو طبعا الكابتن ايمن سعد. حقيقه قبل ما ارحب بيه طبعا حابب للي ما لحقنيش او ما شافنيش قبل الفاصل، يعني حابب اعرف طبعا الساده المشاهدين من هو الكابتن ايمن سعد. الكابتن ايمن سعد هو مستشار مجلس اداره النادي الاهلي لالعاب الماء، عضو اللجنه الفنيه للسباحه بالاتحاد الدولي، سباح دولي عام 88 وحصل على ثالث العالم، مدير اداري طبعا سابق بالنادي الاهلي، سكرتير عام بالاتحاد المصري، مدير تنفيذي باتحاد الامارات 15 سنه، ويمكن هو كان ليه دور كبير جدا في ادخال السباحه في الامارات والطفره الكبيره اللي حصلت في دوله الامارات في السباحه. كان احد الجنود المجهولين اللي كانوا ليهم دور كبير في دوله الامارات. من اشهر الشخصيات في العالم في تنظيم البطولات العالميه والعربيه، ونظم اكثر من 54 بطوله. الحقيقه ده برضو بيبقى يعني عايزه درايه وعايزه اتصالات وعايزه يعني معرفه بالجديد في هذا الموضوع، وده طبعا يعني حاجه كبيره ان يكون من ابناء النادي الاهلي عنده فكره كبيره بهذه الامور. مرشح لرئاسه اتحاد السباحه على مقعد الرئيس،
من ضمن العشر الاوائل في الترتيب العالمي لمده 8 سنوات في السباحه. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن، منورنا ومنور قناه النادي الاهلي لاول مره. الله يكرمك يا كابتن. الحقيقه يعني مشوار كبير، مشوار حافل بانجازات. اكيد لما مجلس اداره النادي الاهلي طلب مساعده حضرتك كمستشار، اكيد في خلال السنوتين ثلاثه اللي فاتوا الطفره دي كنت اكيد انت برضو ليك دور كبير فيها. هو طبعا شرف لاي حد يشتغل في النادي الاهلي، احنا اتربينا في النادي الاهلي حضرتك عارف، وفتره طويله لعبنا في النادي الاهلي. بشرف اول ما كلموني كنت انا خلصت قبل حتى ما اخلص شغلي في الاتحاد الامارات، هم كلموني ان هم عايزين حاله اشراف لان كانوا محتاجين حاله توازن، يعملوا حاله توازن جوه الاجهزه. الحقيقه قدرنا نعمل نشكل مع طبعا مجهود من مجلس اداره، هم ساعدونا كتير على فكره من تغيير اللوائح الماليه. جميل. ودي كانت مهمه جدا لان كان مدربين النادي الاهلي، انا بتكلم على السباحه واكيد في الالعاب الاخرى، كانت المشكله ان مرتبات النادي الاهلي ضعيفه شويه زمان لان ما كانتش تواكب العصر، فكل مدرب كويس كان بيطلع شويه يجي شويه النادي الاهلي بيطلع. انا قدرت الفتره اللي فاتت نرجع اولاد النادي الاهلي تاني، نستعين بخبرات من بره، قدرنا نكون جهاز كبير. انت عارف ان العاب المايه احنا عندنا 5 العاب، السباحه والسباحه الطويله وكره المايه والباليه المائي والغطس. وبعدين المشكله ان احنا الالعاب الفرديه ان هي في الاهلي الجزيره، اهلي مدينه نصر، ودلوقتي الشيخ زايد. الشيخ زايد. فدلوقتي التمرين بيشتغل، انت عارف مش لعبه جماعيه، مفيش غير كره الميه، السباحه شغاله في كل يعني عندي تحت 11 سنه، تحت 12، تحت 13، اعمار سنيه مختلفه جدا، 3 فرق شغالين. فطبعا جهاز قوامه كبير جدا. صحيح. الجهاز اتكون بموافقه مجلس اداره وقدرنا نرجع تاني. النادي الاهلي كان طول عمره ابطال مصر، في حصلت فتره دروب كده قبلها، بس قدرنا نرجع. النادي الاهلي خسر كاس مصر في اخر سنتين، حصل شويه دروبات كده، قدرنا نرجعها تاني على الطريق. وحتى كره المايه كمان ما شاء الله، يعني فريق 20 سنه كان معاه الحلقه اللي فاتت واستطاع انه ياخد بطوله الدوري السنه اللي فاتت، وحتى الفريق الاول رجع لمستواه السابق. لا هو الفريق الاول الحقيقه كان المفروض يكسب وخسر بفعل فاحل، بس يعني مش وقت ان احنا نتكلم في كده، بس هو كره المايه محطوطه على التراك كويس قوي. صحيح. وخصوصا السنه دي قدرنا ان نتعاقد مع محمود حسن، مسك مدير الفريق كرة المايه. صحيح. والمدير الفني طبعا وليد عزت، وموجود الجهاز جهاز كبير برئاسة وائل عزت لألعاب الماء، ومشكلين جهاز لكل لعبة. صحيح. طب كابتن انت طبعا اول ما مسكت لقيت طبعا اللائحة المالية هزيلة شوية. لا لا كانت اتطورت، يعني انا جيت لقيتها اتطورت. طبعا اول حاجه ساعدت، هي ساعدتني ان انا ما بقاش في مشكله بقى. تبتدي تاخد الكفاءات ترجعها. رجعنا اولاد النادي الاهلي بيمرنوا بره، ورجعنا الخبرات الكبيره، الناس اللي عشان نقدر نديها ما يستحقوا. الحقيقه قدرنا ان احنا نظبط الموضوع. صحيح. كانت سهله، هم سهلوا علينا الشغل يعني. صحيح. دي كانت من ضمن طلباتك، بتهيألي برضه يا كابتن الحمامات كانت حالتها صعبه شويه. لا الاكويبمنت مش الحمامات، الاكويبمنت بتاعه السباحه، الحبال، الاجوان، الكور، الحاجات بتاعه الساوند سيستم. بس الحقيقه اول ما جيت المجلس الاداره ما تاخرش في حاجه، والنشاط الرياضي في يعني بنقول ايام كانوا بيخلصوا كل حاجه، بيلبوا كل حاجه حضرتك، كل حاجه بتخلص ضروريه. وانا شايف ان كمان السنه دي هيحصل طفره في الباليه المائي والغطس، لان جبنا مدربين على اعلى مستوى، رجعنا اولاد النادي الاهلي تاني برضو، كلهم اولاد النادي الاهلي. مجلس الاداره بيلبي حاجات خلال السنه وشويه اللي انا قعدتهم السنه ونص اللي فاتوا دول، تلبيه سريعه. النشاط الرياضي بيشتغل معنا يوم بيوم، الكابتن عاصم السعداني. صحيح. هو ده مش محتاجين اكتر، جهاز فني وجهاز اداري برئاسه وائل عزت، ناس بتبذل مجهود. صحيح. انا ما بروحش كل يوم طبعا. طبعا. بيبذلوا مجهود فوق طاقة الناس، يعني أنا مش موجود هنا عشان أنا بشجعهم، بس إن هم ناس. لا النتائج بتتكلم يا كابتن. النتائج بتتكلم. هم رجعوا هيبة النادي الأهلي في السباحة، هيبة النادي الأهلي في ألعاب المية كلها، السباحة الطويلة والقصيرة إحنا اكتساح كتير. كرة المية دخلنا على التراك أول مرة 20 سنة يكسبوا من 15 سنة، أول مرة يكسبوا كأس 20 سنة. زي ما قلت لك الدرجة الأولى خسرنا فعل فاعل.
كل فرق مراحل الناشئين بتنافس، ودي كانت حاجه جديده. طب برضو يعني خلينا قلنا الحمامات، السباحه، الاكويبمنت او المؤديات اللي حضرتك كنت طالبها اتوفرت، بدات تجذب تاني ولاد النادي، يرجعوا الكفاءات رجعت. امتى نشوف بطوله عالميه للسباحه بالنادي الاهلي؟ حضرتك ضحكت. انا ضحكت لان احنا حاولنا الحقيقه، بس طبعا الاتحاد فيه شويه حاجات يعني قدمنا وحاولنا نعمل بطوله الاهلي الدوليه وحاولنا نعمل بطوله عربيه وحاولنا، بس محدش بيرد علينا يعني، بس لازم تاخد موافقه الاتحاد. ما لازم الكلام ده مش هيحصل الا بالتعاون مع اتحاد اللعبه اكيد. اه طبعا. فهي كان في شويه مشاكل كده خفيفه طول السنه، فالحقيقه ما وصلناش لحاجه، بس ان شاء الله الرغبه موجوده. اه طبعا، لان النادي الاهلي ده انت بتبيع ماركه يعني. صحيح. فانت لازم تعمل بطوله الاهلي الدوليه، لازم تبقى موجوده، انا شايف ان هي لازم تبقى موجوده في الخريطه. لا، وموجوده على الخريطه الدوليه، لازم على الخريطه الدوليه. وفي بطولات عالميه بره بتتعمل في السباحه للانديه باسم نوادي في دار مشتاد وفي جنيف، موجوده وكلها بقت عالميه وبقت سنين طويله بتتعمل. النادي الاهلي ماركه عالميه. صحيح. لازم نستغلها، ولازم يبقى فيه، وللالعاب المايه كلها مش للسباحه، يعني تتعمل خمس العاب موجوده باسم بطوله الاهلي الدولي. وعندنا الامكانيات لدي يا كابتن. عندنا امكانيات كده، عندنا حمامات سباحه مؤهله لكده. عندنا اكويبمنت ناقصه زي الساعه الالكترونيه، وانا شايف ان دي لا تتاجر، لا ممكن نشتريها. في واحده في منطقه القاهره تقريبا بتتاجر، بتهيألي. هي بتتاجر منطقه القاهره، بس انا يعني انا حتى مقدمين طلب لمجلس الاداره ان احنا عايزين نشتري ساعه لانها تكلفتها مش عاليه. ايجارها غالي. وايجارها غالي، واحنا ممكن نجيب حاجه احدث كمان من اللي موجوده في منطقه القاهره، واحنا نستغلها للناس لو حد عايز ياجرها. بس احنا لازم، احنا محتاجينها في النادي. ثمنها كام دي يا كابتن السعد؟ على حسب بقى انت عايز امكانيات ايه. لو احنا على قد بطولات براعم والحاجات اللي احنا بنعملها جوه داخل النادي الاهلي، احنا محتاجين حاجه ب 300 400 الف. لو حاجه سكيل اكبر، بطوله عالميه، لازم هتطلع فوق ال 2 مليون. 2 مليون اه. يعني برضو دي اكيد اكيد النادي الاهلي هيوفرها في يوم من الايام، انا واثق، لان هو طبعا الجديد بيجي. ايوه، لان هي هتجيب ثمنها. هتجيب ثمنها. هي هتجيب ثمنها. صحيح. طيب ده بالنسبه للبطوله العالميه اللي احنا كلنا كنا بنعمل فيها. عندنا الامكانيات، عندنا السباحين، عندنا زي ما حضرتك قلت النادي الاهلي ماركه او بتبيع ماركه كبيره ممكن يعني يشارك فيها عدد كبير. برضو في حاجه، امتى هنشوف بطل عالمي زي حضرتك كده يوصل لمنصات التتويج في المراحل الكبيره بالذات في العمومي؟ لا، انت نقدر نشوف حد كده؟ لا، احنا عندنا ابطال عالميه. انا كنت تالت عالم في السباحه الطويله، ولكن احنا عندنا ابطال في السباحه القصيره. احنا عندنا احمد اكرم، سباح كبير جدا طبعا، وسباح مهم جدا. بس على العمومي اخباره يا كابتن؟ على العمومي ايه؟ يعني على السن الكبير، يعني في سن لا هو في العمومي. هو في العمومي قدر يخش سيمي فاينال اولمبيكس وسيمي فاينال بطوله عالم. طبعا كسب هو ميداليه الذهب في الاولمبيات الناشئين، ولكن هو انا قصدي كده الميداليه اللي خدها كانت في الاولمبيات الناشئين. اولمبيات الناشئين، بس هو محطوط على التراك مظبوط، بيتمرن باشراف طبعا اللي بيشرف عليه مدرب المنتخب شريف حبيب، هو من ابناء النادي الاهلي، وهو بيتمرن في امريكا مع مدرب امريكاني بره، وهو سباح من السباحين المهمه جدا في العالم. وانا شايف ان هو 2020، انا بقول ان الولد احمد اكرم ده محطوط على تراك، او مش الولد ده، البطل الكبير طبعا، محطوط على التراك مظبوط، وهو بيشتغل مظبوط وداخل على طفره كبيره. وفي سباح اسمه علي خلف الله. عارف علي خلف الله ده طلع 18 على ما اعتقد في الاولمبيات الاخيره، في اهم سبق في الاولمبيات في ال 50 متر حر. ما شاء الله. وعلي برضه محطوط على التراك مظبوط، وعلي انا بتوقع له ان هو فاينل اولمبيكس زي احمد اكرم بالظبط. يعني هو احمد اكرم عندهم شانس عاليه جدا الاولمبيات اللي جايه. الاولمبيات اللي جايه بالنسبه لابناء النادي الاهلي. يا رب. طيب احنا معانا كابتن وائل عزت، رئيس جهاز العاب الماء، على التليفون. اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا. ازيك هيثم؟ ازيك كابتن ايمن؟ اهلا وسهلا. سعيد جدا ان انا بسمعكم، وده بعمل مداخله في النادي الاهلي، حاجه بتشرفني. حضرتك دايما بتكون ضيف عزيز، مش ضيف، انت صاحب مكان طبعا، ولكن احنا عارفين قد ايه المجهود اللي حضرتك بتبذله. طمنا عن الدوره التنشيطيه، اخبارها ايه؟ ماشيين ازاي؟ الدنيا عندك عامله ايه؟ والله احنا الحمد لله. الاول بس يعني انا عايز يعني اشكر كابتن ايمن على الفتره اللي فاتت، هو يعني كان خير داعم لينا، والحمد لله ربنا كرمنا وعملنا شغل كويس. هو كان ليه زي ما بيقولوا كده من الجنود المجهولين اللي احنا حتى هو كان بيبقى في دبي، بيبقى في اتصال يومي بيني وبينه، وكان ليه رؤيه يعني تحترم الحمد لله. احنا الحمد لله عندنا بطوله تنشيطيه بلاتي كره ميه، وفيها بيمثلها حوالي 300 سباح،
و 300 لاعب كره ميه، وامبارح الحمد لله كنا حاضرين الافتتاح، كان حاجه على اعلى مستوى. وان شاء الله بمشيئه الله احنا في انتظاركم بكره تبقوا معانا في النهائيات بتاعه البطوله ان شاء الله بمشيئه الله. اكيد هكون معاكم ان شاء الله، يعني توقيتها مهم جدا يا كابتن بتهيالي عشان تطمن على فرقتك. لا هي بص حضرتك، احنا البطوله دي نوع من انواع التنشيط، احنا دي المراحل من اول تبدا من اول 2005 لغايه 2009. احنا دايما ابدا لازم نخلي الولد يتحط في اطار المنافسه، ده نمره واحد، يعرف قيمه النادي الاهلي والبطوله اللي هو بيلعب فيها، لان هو احنا بنعده عشان لما يخش بطولات رسميه يبقى عنده الخبره، دي نمره واحد، يبقى ازال الهيبه والخوف اللي اي سباح او اي لاعب بيخش اول بطوله بيبقى متوتر ومضغوط. فاحنا بنحاول نعمل بطولات تنشيطيه بالظبط زي البطولات الرسميه، وحكام وساعه وطوائف رسميه بتلعب فيها، بنحطه تحت الاتموسفير بتاع البطوله علشان خاطر لما يلعب البطوله الرسمي يبقى ان شاء الله موفق وربنا يكرمنا ونعمل نتيجه كويسه. شغل محترم ومجهود محترم كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء، شكرا جزيلا لحضرتك. الحقيقه زي ما حضرتك كنت بتقول من شويه يا كابتن ايمن، الشغل ما بينتهيش وجهاز دؤوب يعني بيعملوا شغل. لا هو الجهاز انا بصراحه اما اخترت الجهاز وخصوصا الكابتن وائل عزت، هو كان مدير كره الميه والبالين المائي والغطس، وانا اخترته ان هو يبقى رئيس الجهاز العاب الميه. حتى كان في حديث بيني وبينه على طول ان هو ما كانش عاوز، يعني هو كان بيقول لي لا خليني انا في الحته، فانا خليته رئيس جهاز لرؤيه معينه. الحقيقه معاه مدير السباحه محمد علام وكابتن طارق الصغير طبعا مدير الباليه والغطس، وكان معاهم محمد فاضل، ومعاهم مجموعه كويسه قوي بيشتغلوا بيبذلوا مجهود غير طبيعي. بس عيل كابتن طارق الصغير برضه كان عنده مشكله في الباليه واعتمد على بنات النادي الاهلي، قعد سنتين لغايه ما شفنا ما شاء الله دلوقتي. لا لا شفنا الحقيقه، وفي مدربه طبعا ريتا، كابتن ريتا، ريتا موجوده. وفي الكابتن عزيزه رجعت كانت مدربه في هليوبوليس، وهي بنت من بنات النادي الاهلي. المهاجره رجعناها كله رجعنا يعني كده مفيش حاجه مهمه، حاجه من النادي الاهلي بره. عايزين كل اللي تهاجر يرجع يا كابتن ان شاء الله مسؤوليه. طيب حضرتك ان شاء الله يعني بتخوض الانتخابات اتحاد السباحه يوم 29/9 ان شاء الله على مقعد الرئيس. كلمنا عن برنامجك، عايز تطور ايه؟ عايز تضيف ايه؟ اكيد لك حاجه في دماغك. ما احنا لو اتكلمنا هنقعد ثلاث ايام. لا 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 اكيد هحاول اختصر على قد ما اقدر. الحقيقه في انا قعدت 15 سنه في الامارات، وكان قبل كده موجود في الاتحاد المصري هنا، وكنت سباح دولي، اتفرجت على حاجات كتيره في العالم، عندي ارتباط وثيق بالاتحاد الدولي والاتحادات العالميه. حضرتك عضو اللجنه الفنيه للسباحه الاتحاد الدولي؟ لا غير كده، ان انا اما نظمنا بطولات بقيت جزء، بقينا جزء من الاتحاد الدولي، منظومه الاتحاد الدولي. فانا بحضر كل البطولات بره وهم بيجوني في الامارات. انا نظمت 6 كاس عالم للسباحه القصيره ما شاء الله، 6 كاس عالم للغطس، 2 كاس عالم الغطس العالي، نظمنا بطولة عالم للسباحة، بطولة عالم للناشئين للسباحة، بطولة عالم بطولة عالم، فاينل ليج للووتر بولو بينقي احسن 8 فرق في العالم زي كأس العالم كده للأندية. ايوه بس بينقي احسن 8 بالظبط تقريبا، هي تبقى نفس مسبحة. تبقى مسبحة دي، لأن شفت الماتشات دي بتبقى فرق على اعلى مستوى. ونظمت بطولة آسيا الألعاب المائية، العرب، خليج، وفي اهم بطوله كنت بنظمها اللي هي بطوله دبي الدوليه، وكان بيجيني 1300 1400 سباح ما شاء الله، ودي كانت من البطولات الهافي الكبيره. 54 بطوله ما شاء الله حضرتك. فهي مجموعه 54 خليتنا عندنا علاقات قريب قوي من الاتحاد الدولي، اصحاب الاتحاد الاوروبي، اصحاب القرار، وامريكا وروسيا. قدرت اتعلم الاستراتيجيات والخطط، بصراحه اتعلمت كتير قوي السنين اللي فاتت. انا شايف ان احنا عندنا امكانيات عاليه جدا في مصر. الناس فاكره ان انا عملت الكلام ده في الامارات، انا نقلت دوله الامارات طبعا بمساعده الناس اللي كانوا في الاتحاد الاماراتي والرياضه، المسؤولين عن الرياضه في الامارات، ان احنا نقلنا من حته لمنطقه ثانيه خالص، فنيا وتنظيميا واداريا ومباني وكل حاجه، وليست على امكانيات دوله الامارات، ولكن بجهود وفكر الناس. الاتحاد المصري للسباحه او الرياضه المصريه تمتلك هذه الامكانيات فعلا. البنيه التحتيه في مصر كويسه جدا، مفيش نادي في مصر زي النادي الاهلي عنده حمامين سباحه هنا وحمامين سباحه هنا وحمامين سباحه، مفيش الكلام ده. يعني احنا اقصى نادي موجود في الامارات عنده حمام سباحه واحد صحيح و 25 متر. يعني اللي موجود البنيه التحتيه اللي موجوده مصر. مش موجوده في لندن، مش موجوده في اي دوله في العالم. حضرتك لفيت
شفت وشفنا كل حاجه شهاده كبيره خد بالك يعني. طبعا طبعا البنيه التحتيه انا دايما اشبهها بالجزيره بتاعه الزمالك، بقول الخمسة كيلو دي فيها اكتر من انجلترا، حمامات سباحه اكتر من انجلترا اللي هي الجزيره، منطقه الجزيره بس خمسة كيلو، النادي الاهلي الجزيره، مركز الشباب الجزيره، والقاهره فيها حمامات اكتر من حمامات سباحه، حمام التربيه والتعليم والفتيات كتير جدا. مش ناقصنا حاجه، بشر احنا عندنا كفاءات كتير، المدربين مركزين جدا، اداريين، ان انديه بتصرف، لان النادي الاهلي ونادي الشمس ونادي الزمالك وانديه كتيره جدا، ليوبلس بيصرف طبعا، وسموحه، سموحه المهندس فرج عامل طفره في دفع الفلوس سبورت، هي عامل طفره في كل حاجه طبعا. فالنهارده احنا بنتكلم على منظومه مكتمله عايزه لها رؤيه واستراتيجيه، نقدر نحسن الحكم، المدرب، الاداري، الاداء اللعيبه. النهارده انا عملت حاجه في دبي، اتعاقدنا مع جمعيه المدربين الامريكيه، قدرنا نوصل ب 85 كلينيك عملناها في خلال 8 سنين الاخرانيه، خرجنا مدربين كتيره، كان بيجي لي حتى مدربين من مصر، ودي مش عشان امكانيات الامارات، بالعكس ده احنا كنا بنستفيد فلوس منها، الاتحاد الاماراتي بيعمل دخل يعني بيعملها يعني كلينك دي دورات تدريبيه بتعملوها وفيطلع في الاخر الاتحاد الاماراتي كسبان منها طبعا. وجبت احسن مدربين في العالم في كره الميه، وانا كنت بادئ كره الميه، ما كانش عندنا كره ميه، انا بداتها صحيح. في الاخر احسن مدربين في العالم، وكانوا جميع مدربين مصر جت قبل كده يعني الدراسات دي، وبرده كنا بنستفيد منها كفلوس وكفني. الموضوع ما هوش امكانيات، الموضوع عايزه رؤيه مظبوطه. لازم هتعمل ايه في التمويل يا كابتن؟ انا هقول لك مشكله كبيره جدا التمويل. المشكله ان مش المشكله هي الرياضه في العالم، احنا بنقعد نسمع صناعه البطل والصناعه لكن التركيز على التفاصيل ما فيش. الرياضه ما بقتش رياضه الهواه اللي كانوا بيلعبها زمان في النادي الاهلي ونادي الزمالك، وما بقتش موجوده خلاص. الرياضه دخلت صناعه، الرياضه دخلت في مشاريع. النادي الاهلي النهارده لما تيجي ميزانيته مليارات، مليار، ما ينفعش يبقى المنظومه مش احترافيه، صحيح، لان كان زمان مليون اتنين خمسة عشرة ده لغايه كده، لكن النهارده مليارات، شركه بياخدها مليارات لازم تبقى منظومه احترافيه. نفس الحكايه في الرياضه، لازم ندخل الاول نصنع البطل عشان نقدر نجيب عليه سبونسر، مش العكس، مش نجيب سبونسر بعدين نعمل البطل، لا هو البطل الاول عشان هو اللي يجيب لي سبونسر، وبعدين ندخله في الميديا وبعدين في الصحافه وبعدين في كل حته، بعدين اروح اجيب له سبونسر من اللي عندنا شركات كلها وطنيه وتتمنى وانا عندي معلومه يعني ان فريده عثمان بعد ما كسبت الميداليه في بطوله العالم، وده انجاز طبعا ما حصلش في الدنيا قبل كده يعني في السباحه القصيره، كان في قبليها محمد الزناتي بس في السباحه الطويله مش في القصيره، هي في القصيره اول مره في التاريخ. انا عندي معلومه ان في بعض الشركات الوطنيه والبنوك بداوا يتصلوا بيها، بس انا اتمنى زي نور الشربيني في الاسكواش على طول، طبعا شركه كبيره جت رعايتها على طول، بس انا اتمنى ان الرعايه تبقى قبل مش بعد. بس انت عجبتني في حته قلت صناعه البطل الاول وبعد كده انا اجيب السبونسر، طبعا مش العكس طبعا، والميديا التلفزيون والصحافة هو أهم موضوع. أنا بتبنى ولاد، الولاد دي بنعمل لهم استراتيجية مظبوطة، أتموسفير كويس، منظومة احترافية في جميع الألعاب، يقدروا نظام مسابقات زي بتاع اللي بيتعمل في العالم، وببدأ نبدأ نشتغل. أما هبدأ يبقى في نجم عندي يعني، أنا النهاردة لو ربنا وفقني في اتحاد السباحة كمان أسبوعين من عندي نجم، عندي احمد اكرم وعندي فريد عثمان وعندي بس فريده بتتمرن في امريكا يا كابتن، واحمد اكرم بيتمرن في كولومبيا يعني في معظم المنتخب، بس ماليش دعوه، هو مصري ونجم، هو نجم مالي يتمرن في اي حته، ونقدر اما هنعمل منظومه هيبقى في نجوم كمان بيتمرنوا جوه داخل مصر، ونجوم اللي موجوده في امريكا لازم نراعيها، نحقق لهم اللي هم بياخدوه في امريكا نحققه لهم هنا، صحيح. هنقدر بعد كده نجيب السبونسر من الميديا، الميديا هتبقى مهمة جدا، ان انا اما اروح لشركة وانا طول النهار بتكلم على احمد اكرم احمد اكرم احمد اكرم، اسم الشركة يبقى مرتبط باسم الله، هو هيشوف، هو شاف احمد اكرم في التلفزيون وشافه في الصحافة وشافه في كل حتة،
اما اجي هطلب منه سبونسر لاحمد اكرم او للاتحاد هتبقى سهله. صحيح. انا بشرحها بطريقه مبسطه يعني. بس ليها اليه في تنفيذها، لان حضرتك نفذتها اوريدي في دبي. احنا اتنفذت والعالم كله بينفذها. فالنهارده في سبونسر موجود في مصر، مش هنقول هنجيب سبونسر عالمي، بس في سبونسر موجود في مصر يقدر يغطي الكلام ده، وفي شركات وطنيه كتير محترمه كتيره عندها استعداد تصرف في المكان المظبوط. بس البطل الاول. البطل الاول طبعا. طب انت خرجتنا من الفرخه الاول والبضاحيه، يعني انت قلت صناعه البطل. البطل الاول تيجي يجي بعد كده بامكانيات سبونسر محلي خفيفه، امكانيات الاتحاد، الدعم اللي بيجي شويه من الدوله. انا عارف ان الدعم ده هيقل الفترات الجايه، انا عارف أكيد. بس انا عارف ان في المهندس خالد عبد العزيز الحقيقه وزير الشباب عامل والرياضه عامل خطه بديله، ان هم انا عارف ان في حاجه تمويل، جايبين صندوق تمويل وناس محترمه جدا، اسماء عظيمه. فكره كويسه سمعت عن طبعا ان هم يمولوا الاتحاد عن طريق مش الحكومه، عن طريق حاجه شبه الحكومه. صحيح. طب خليني اسالك برضو سؤال، انا كنت بطرح الموضوع يمكن في الانترو بتاعي قبل ما حضرتك يعني تشرفني، حته ان اللاعب لما اطلبه يلعب مع منتخب مصر ويرفض. يعني انا دلوقتي عندي لاعب محترف بره، لا لا دي حاجه يعني ما صحش. حصل بتحصل، لاعب بيبقى بيلعب في جامعه بره، لاعب بيلعب مصر يعني كبرته وخليته نجم، وبعد كده بيقول لك لا انا مش هاجي العب عشان خايف اتعور. احنا ساعات بنواجهها في النادي الاهلي على فكره، بيبقى في لعيبه في امريكا وما بتقدرش تيجي، بس لسبب ان هي بيبقى عندها امتحانات يوم البطوله. بس انا فاهم ده، بس لما يبقى احنا في دلوقتي في الصيف في السمر. لا بس منتخب مصر ده موضوع ثاني. موضوع ثاني. لان يوم بطوله العالم او بطوله افريقيا او بطوله في السباحه مثلا لا يمكن في اي جامعه منظمه. برافو عليك. فمستحيل. تبقى كل البطولات في شهر 8. 8 ده بيبقى شهر ميت في كل حته في العالم. طبعا. لما انا اجي اقول لعيب او سباح او لاعب كره ميه او ايا كان اقول له بعد اذنك تعالى، ابعت له جواب اقول له تعالى تلعب مع منتخب مصر. لا لا دي حاجه ما تصحش، دي كارثة. لازم يقام فيها تحقيق، ولازم نعلم الولاد الانتماء. ما هو انت بتعلمهم الانتماء ازاي؟ انا عايش في امريكا وبتمرن ومبسوط وكده، بلدي عايزاني مش هروح. ما هو ده ما بنعلمهمش انتماء، فلازم يبقى خط. طب ازاي اقدر احاسب لاعب زي ده؟ ازاي اقول للاعب مثلا اصل الموضوع ده يعني شايفينه بشكل كبير وشكل فج في كره السله، في بتاع حوالي 12 او 11 لاعب بره بيلعبوا في امريكا. لا انا مش عارف الاتحاد الدولي للسله. الاتحاد الدولي ده بيلعبوا جامعات. ما انا هقول لك، انا ما اعرفش الاتحاد الدولي نظامه ايه، لكن الاتحاد الدولي للسباحه مصر لو وقفت لعيب، اديك مثال يعني، او اداري او حكم وبعت الجواب للاتحاد الدولي ان ده موقوف، ما يلعبش ولا بطوله ولا حتى في جامعه ولا حتى في اي حته. متاكد جامعه؟ الاتحاد الدولي للسباحه. اصل جامعات امريكا ليها اتحاد لوحديها. انا عارف، ما انا عشان كده قلت لك ما اعرفش. الباسكت لا لا، وحتى السباحه ما ليها اتحاد في امريكا، السباحين في امريكا تبع الجامعات برضه بيتبعوا الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي ليه سلطان عليهم؟ الاتحاد الدولي للسباحه يمتلك اي حته يمنحها تنزل الميه لو هو واقف اي لعيب. برافو. وهم عندهم مشكله دوله الكويت، انت عارف الرياضه واقفه عندها وكده. الاتحاد الدولي للسباحه مانع تلعب بطوله الخليج، بطوله الخليج دي مش تحت الاتحاد الدولي. صحيح. ده مانع بطوله الخليج، مانع بطوله العربيه، ودي برده مش تحت الاتحاد الدولي. ولازم ممكن لو دورنا في اللوائح على فكره في الاتحادات الدوليه نلاقي في اليه. اكيد في الباسكت. اكيد في يعني. اليه ان انا اقدر احاسب اللاعب ده ازاي. اللاعب ما بيجيش. لاعب اقول له بس هي يعني انا بعتبر ان ده يعني عدم انتماء. يعني انتماء لازم يبقى في انتماء اكتر من كده، ولازم يبقى في حزم من الدولة. من الاتحاد والدوله. لا الاتحاد والدوله طبعا. طب قول لي حضرتك يعني برأي حضرتك ايه في اللائحه الاسترشاديه بامانه اللي الاتحاد نزل بيها؟ انا عارف برضو اتحاد السباحه هيعمل لائحته على اللائحه الاسترشاديه. رايك ايه في اللائحه؟ هل كبدايه كويسه ولا فيها امور كنت تتمنى عدم وجودها؟ هو طبعا احنا خدنا وقت طويل قوي، اصل احنا في مصر قعدنا وقت عبال قانون الرياضه واللائحه الاسترشاديه وكده، واحنا كنا منتظرين انها تطلع بس. فهي اما طلعت احنا قابلناها عشان هي طلعت. يلا مش مشكله. بس هو كل اتحاد النهارده اللجنه الاولمبيه الحقيقه ووزاره الشباب والرياضه مدياك فرصه ان انت تخلص الانتخابات وغير لائحتك براحتك. صحيح. يعني هي الموضوع كبدايه بس يعني الموضوع كان كده. كان الموقف اللي احنا فيه اللي كان بايخ شويه، ان اولا بتكلم على الانديه، ان اللائحه الاسترشاديه من اللجنه الاولمبيه كانت معممه طالعه من اللجنه الاولمبيه او من وزاره الشباب، انا ما اعرفش. لا لجنه من الاولمبيه. فهي طالعه من اللجنه الاولمبيه للانديه ومفروضه. خدوا اراء الناس طبعا، وخدوا اراء بعض الانديه، ولكن في بعض الانديه الكبيره زي النادي الاهلي جامعة عموميه اكتر من الزمالك يعني لازم يبقى ليهم مراعاه شويه. وطبعا المشكله اللي بين النادي الاهلي واللجنه الاولمبيه وجايه من الحته دي، وبعض الانديه الاخرى زي الصيد والمعادي، في يعني في بعض الانديه عندهم مشكله.
بالنسبه للاتحادات هم سمحوا لكل اتحاد يعمل اللائحه بتاعته. اللائحه كان فيها شويه تجاوزات بالنسبه، بتكلم على السباحه، والمهندس ياسر ادريس راح بعد شويه ضغوط يعني جاله شال، هو كان حاطط شرط 60 سنه وكان حاطط شرط اعضاء مجلس اداره الانديه مش من حقها يعني تخش في المجلس، وكان حاطط شرط ان هو عضو الاتحاد الافريقي للتصويت واتشالت بموافقه المهندس هشام حطب او اللجنه الاولمبيه، ودي كانت حاجه كويسه. محطوط بقى شويه بنود جوه ممكن تتغير بعد كده، انا مش شايف يعني كستارتنج مش شايف انها يعني ممكن تعمل مشكله كاتحادات. انا شايف انا كان نفسي بس موضوع المؤهل العالي، انا بتكلم على عامه هي موجوده في غيرها بعد كده. انا شايف المؤهل العالي لازم يستنى، والجيش والخدمه العسكريه يعني ده انتماء ولاء وحاجات كتيره يعني. انا برضو برايي من راي حضرتك ان هي كانت بدايه للائحه الاسترشاديه للاتحادات. بس انا متضايق من حاجه بقى، ان احنا كل اتحاد قال حاجه يعني. حضرتك كنت في الباسكت رئيس وثمانيه صح؟ بس هي دي اللائحه الاسترشاديه قايله كده. لا طب احنا السباحه رئيس ونائب وامين صندوق وسكرتير عام وخمسه. بس خد بالك ما هو دي عشان لائحه الاتحاد، لائحه السباحه. انا فاهم، انا النهارده بقى عندي سكرتير عام، وحضرتك باسكت ما عندكش سكرتير عام، فانا لما اجي اخاطب سكرتير عام الاتحاد مش هتلاقي بقى، هيخاطب المدير والمدير يخاطب يعني. بس ما هي كده، ما انت ما تقدرش تقول حاجه يعني. خد بالك اصل هو ده حق اصيل ردته اللجنه الاولمبيه للاتحاد، عايز تحط سي، هو في الاخر انت حد هيمضي لك على الجواب. لا بس انا هقول لحضرتك، احنا كان ممكن الدوله ممثله في اللجنه الاولمبيه بالنسبه للمناصب، هنقول احنا مناصب كده مفيش حاجه. مفيش، احنا العدد 9 10 ولازم على المناصب. وانا شايف ان السباحه دي حاجه كويسه ان يبقى في مناصب. انا شايف ان الباسكت ممكن يبقى في خناقه جوه، واليد برضو نفس الكلام عندهم حاطين مناصب خناقه جوه. الطايره عامله رئيس ونائب واعضاء وسبع اعضاء. يعني هتبقى الموضوع يعني انت النهارده في الباسكت النائب ممكن، انا عارف ان في نجحوا من القايمه دي ونجحوا، انا عارف ان في قضيه وفي في قصدي ممكن يتعاد مش عارف عشان تضرب فيها. لا والله ابدا والله خالص، انا بقول لك ممكن تعاد، بس انا في الباسكت مثلا في ناس نجحوا من القايمه دي وناس نجحوا من القايمه دي، طب احنا عايزين نائب، هنخش نتخانق. لا بس خلاص تم اختيار النائب في السله مهندس محمد عبد المطلب، اصل هو الاغلبيه كسبت من قايمه. بس هو راي حضرتك او فكرتك صحيحه ان هو فيه هيبقى ما فيش شكل موحد، هيبقى فيه الدنيا ملخبطه في كل اتحاد مش زي اللي قصاده. في اتحاد فيه امين صندوق، امين صندوق بيشرف على الحسابات. لا في ادوية في اتحادات ثانيه لا ما فيهاش. طب مين اللي هيشرف على الحسابات هنا ولا هنا؟ صحيح، هتبقى الموضوع مختلف شويه. فالموضوع كان لازم يبقى فيه، بس خلاص احنا الدنيا تمشي، الدنيا تمشي بعد كده اعمل اللي انت عايزه. وبعد كده المفروض الجمعيات العموميه للاتحادات لازم، اصل الجمعيات العموميه الدوريه اللي بتحصل كل سنه الحقيقه مش مفعله قوي، لانه ما تبقاش مهتم قوي، ما تبقاش عايز تلاقي الاتحاد اللي شغال. لا بس بعد ما الدنيا رجعت للجمعيه العموميه لا هيبقى في متابعه لشيء. انا نفسي الجمعيات العموميه في خلال السنين اللي جايه، مع ان دي تتعب الاتحادات لو انا دخلت، بس يبقى ليها دور كبير. بس صح، عشان نعرف اخطائنا فين كل سنه ونعالجها. صحيح يعني هي المنظومه لازم الدايره تكتمل بقى. صحيح، واحده واحده. القانون دي بدايه كويسه قوي، في عيوب ما فيهوش عيوب ما نتكلمش على الكلام ده. صحيح، بس الدنيا تمشي الاول. الدنيا تمشي، بس عايزين يبقى في رؤيه وفي استراتيجيات وفي ناس عايزه تقول حاجه للبلد، البلد دي تستاهل اكتر من كده. صحيح، انا شايف ان الاولمبياد ريو اللي فاتت كانت نستاهل احنا ناخد ميداليات اكتر. ان احنا نقعد معطلين الرياضه سنه، طب احنا النهارده انا هاجي الاتحاد ناقص 3 سنين على بكين. عندي ولاد زي احمد اكرم وفرد عثمان ومعالي خلف الله ومنشوم، ناس كتيره مش عايز انسى اسماء. صحيح، بمروان القماش، ناس كتيره جدا. صحيح. طب النهارده احنا هنشتغل على انهي خطط؟ ناقص 3 سنين مفيش وقت. صحيح، برضو هنقول، بس عايزين نبتدي الحرب بسرعه. صحيح الأبنشة. كابتن ايمن نورتني وشرفتني، انا متشكر جدا على اللقاء ده ومبسوط ان انا جيت معاك، وان شاء الله لينا لقاء بعد الانتخابات. كابتن ايمن عايز اقول لك ان الحقيقه استمتعت باللقاء معاك والله، يعني عقليه كبيره وانت كنت دايما ورا الاضواء شويه مختفي، احنا جبناك المره دي قدام الاضواء. سعيد جدا بلقائي وبشكر حضرتك جدا ان انت شرفتنا في الاستوديو يا كابتن ايمن. متشكر جدا. شكرا. فاصل سريع وارجع لحضراتكم، هنستقبل كابتن ياسر داوود المدير الفني لالعاب القوه، هيكون معانا اللاعب رامي محمد لاعب العاب القوه، برضه فقره مهمه ما تروحوش بعيد يعني دقائق ونرجع لكم تاني ان شاء الله.
اهلا بحضراتكم من جديد. برحب في الاستوديو بالكابتن ياسر داوود المدير الفني لألعاب القوى بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن. نورنا ببيتك قناه النادي الاهلي. تسلم. وطبعا نورني في الاستوديو الكابتن رامي سعيد لاعب النادي الاهلي ل 110 متر حواجز، يمكن دي لعبته الاساسيه واحد نجوم مصر في هذا السباق. اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا يا كابتن. نورنا. ربنا يخليك ونورك. منور قناه النادي الاهلي بيتك. ربنا يخليك يا كابتن. الحقيقه كابتن ياسر اجي لك يمكن كان بينا لقاء السنه اللي فاتت هنا في المكان ده والاستعدادات والمشاكل والصعوبات. طمني اخباركم ايه؟ الاستعدادات للموسم الجديد، المنافسات، طمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بالنسبه بطمنك وطمن قناه الاهلي وجمهور النادي الاهلي، الحمد لله احنا ماشيين بخطه ثابته الى حد ما، محددين اهداف الفريق سواء مراحل سنه مختلفه، والحمد لله ماشيين كويس يعني جاهزين. في لعيبه جديده انضمت لنا كابتن الموسم ده ولا اعتمدت على نفس اللاعبين السنه اللي فاتت؟ يعني في نسبه بسيطه انضمت من 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 الاختبارات اللي احنا بنعملها في موسم الصيف بعد نهايه العام الدراسي، بس هو مش كتير يعني في المراحل السنه يمكن اكاد يكون اثنين او ثلاث لاعبين مش كتير. طب الموسم اللي فات كلمنا عن نتائج في الجهه العارف، طبعا ان احنا حصلنا على الدوري وكنا حاصلين على كل البطولات تقريبا، ولكن برضو طمني يعني قارن لي ما بين السنه اللي فاتت كبطولات ومخططاتك للسنه الجديده. هو احنا الحمد لله السنه اللي فاتت الحمد لله بنسبه 100% انجاز جميع المراحل السنية للجنسين بنين وبنات والرجال والسيدات، وحتى في البرامج اللي تحت 12 سنة الحمد لله يعني الحمد لله في كل بطولاتنا. الحمد لله كل بطولة دخلها النادي الأهلي حصل عليها الحمد لله، إنجاز كبير وإحنا عارفينه وكنا حاطين عليه الضوء كذا مرة. بتهيألي ده بيصعب عليك المهمة شوية في السنة اللي بعديها ولا لأ؟ أكيد أكيد طبعا، زي ما المثل اللي بيقال الحفاظ على المركز الأول أصعب من الوصول إليه. أكيد طبعا بيبقى مسؤولية أكتر ولود عصبي اكتر على جميع افراد الجهاز مش انا لوحدي. صحيح. وده بيخلينا السنه الموسم الجديد بنطمع ان احنا نتفوق على نفسينا يعني. اي نعم، لا في منافسه قويه طبعا من انديه كتيره، انما احنا يعني هي دي روح الاهلي ان احنا باستمرار بنحاول نتفوق على نفسينا، وهي دي بتلعب قوه. انا اساسا الخصم بتاعي الساعه اول متر. صحيح. ففعلا بنحاول نوصل لانجاز افضل. انت تنافس نفسك دي صعبه يا كابتن برضه، يعني تقعد تنافس في نفسك وتنافس في الساعه يعني برضه. لا انا بتكلم بامانه، بيبقى الموضوع ممكن يسيبك بالملل في لحظه من اللحظات. يعني بتتغلب على دمع اللعيبه ازاي؟ بنتغلب على دمع اللعيبه باستمرار يعني الاهداف بتاعتنا بتتحرك يعني اللاعب نفسه كبشر يعني باستمرار بيوصل لهدف ما. التحدي الذاتي ملوش نهايه يعني. صحيح. يعني انت بتحدد طيب وقت كمان عايز تجيب وقت تحسن وقتك بنتكلم بنحسن اهدافنا يعني. لا احنا في احسن دايما نقول في احسن، ما نجيش في حته ونقول احنا كده وصلنا للتوب، لان فعلا هي العاب قوى على طول في احسن، في تقدم من الاربعينات والثلاثينات والستينات لحتى يعني الارقام بتتحطم كل سنه بتتحطم الارقام على مستوى العالم، فهو الطموح البشري ملوش حدود. بنأثر على لعبتنا بهذا المفهوم يعني. انت كبني ادم طاقتك الى ما لا نهايه، عايزين نفضل احسن باستمرار، واحنا دايما حاطين المسطره الدوليه والاولمبيه قدامنا معيار قدامنا. فبالتالي مهما اللاعب بيحصل بطولات وترتيب على مستوى الجمهوريه بيروح المنتخب بيبقى بينه وبين المستوى العالمي ما زال في بعض الثواني او السنتيمترات، فدايما بيبقى عايز يوصل لها. هنا بيتفرغ اكتر، بيبذل مجهود اكتر، بينام بدري اكتر، وهكذا يعني. صحيح. منظومه كامله، وهو ده الدافع. شغل محترم وكلام محترم يا كابتن. يعني هروح لرامي سعيد، اول جمهوريه، اول عرب تحت 18 و20 سنه، اول افريقيا جامعات، ما شاء الله يعني بطولات يعني كبيره في سبق يعني صعب. احكي لي عن السبق ده وقصته، وابتديت ازاي فيه؟ انا ابتديت كنت بلعب تايكوندو، فالمدرب بتاعي شافني في النادي فلقاني بسخن كويس وبجري كويس، فقال لي طب ما تيجي تلعب العاب قوه. المهم كان عندك كام سنه؟ ده من 2001 2002. انت كان عندك كام سنه؟ كان عندي كام سنه؟ كان تقريبا 11 او يعني 12 سنه تقريبا بس برضه مش صغير قوي يعني.
فشافني ان انا بجري كويس فابتدى ياخدني العاب قوه. ابتديت العب العاب قوه من وانا عندي 12 سنه او حاجه زي كده، بس كنت بلعب 60 متر فلات، ما كنتش بلعب حواجز، ما كانش في ساعتها حواجز يعني في السن بتاعي. لحد ما جربنا ان احنا في ماتش كده في 18 سنه كان في اسكندريه ان احنا نلعب حواجز، فلقيت نفسي ان انا ماشي فيها كويس، معدي التكنيك عادي والسرعه كويسه بين الحواجز. فخدنا الوي ده بقى ان احنا نلعب حواجز. مشكله الحاجز ان في كل مرحله سنيه الحاجز بيعلى. يعني 18 سنه مثلا 91 سنتي، الدرجه الاولى 99 سنتي، ال 20 سنه اسف 99 سنتي، الدرجه الاولى اللي انا بلعبها دلوقتي متر و6 سنتي. كتير مجهده جدا ومتعبه. بس انا بستمتع باللعبه دي مهما كان تعبها، بفضلها عن اي لعبه في العاب القوه عشان انا بحبها وحاسس ان انا يعني مهما بتعب فيها انا بلاقي انجاز. بالظبط، لعلمك اللي بيحب لعبته بيبدع فيها. ده حاجه اساسيه يعني، لعبت كذا لعبه جنب الحواجز برضو بروح الحاجز مهما التمرين. بالظبط، مهما كان التمرين قاسي في اي لعبه ثانيه، يعني ممكن اجري فلات اتعب ابقى مش قادر، بس حته الحواجز ديت ما بتعبش فيها وممكن اجريها 300 متر حبيبي عادي. بالظبط حبيبي. طب انت قول لي برضو، يعني انت حصلت على بطولات، اكيد ليك تارجت عايز توصل له. بالظبط، ايه الهدف اللي انت بتتمرن له حابب توصل له يا رب؟ الهدف انا دلوقتي الحمد لله بقى لي 4 سنين في النادي الاهلي بحقق اول جمهوريه درجه اولى ما شاء الله. هدفي التايم، هي الفكره ان انا بعمل فيه ستاندرد للاولمبيات مثلا الكواليفيكيشن بتاعت الاولمبيكس. انا كان نفسي اشارك في الاولمبيات اللي فاتت اتلعبت كانت السنه دي، بس ربنا ما مقدرش ان انا في لسه اولمبيات جايه في 2020 ان شاء الله في طوكيو مش بعيد. وفي بطوله عالم ان شاء الله اندورز السنه الجايه، وفي بطوله افريقيا السنه الجايه باذن الله. هو فكره المشاركه، المشكله ان احنا ما بنلعبش ماتشات كتير، الاتحاد مش منظم ماتشات كتير. هو ممكن يعمل تجارب بس احنا بنحتاج ميتنجز بره، احنا محتاج ابزق يعني. انا على قد ما اقدر النادي الاهلي واقف جنبي، فكره ان احنا بنعمل تجارب كل شهر او حاجه زي كده قبل ما نخش الماتشات بره جابوا تاني. بالظبط، احنا انا من اول ما طلعت درجه اولى وفي فقدان لحته الاحتكاك الخارجي ده. طب ليه الاتحاد ما بيسفرش الازمه الماليه ولا؟ بالظبط، هي في ازمه ماليه في الاتحاد. هو على قد ما بيقدر بيحاول يعمل تجارب هنا داخليه، بس في الاخر هي داخليه بيحاول يزود ماتشات. احنا بنلعب ماتشين بس في السنه، ماتش في الدرع وماتش في الكاس، وكله بعد كده تمارين، وكله تمارين. فانا دلوقتي لما بطلع العب بره، يعني انا حتى وانا 18 سنه وانا 20 سنه لعبت بطولتين عالم، 18 سنه ولعبت بطوله عالم 20 سنه، واحده في كندا واحده في ايطاليا. الميتنج اللي بره انا نازل بلعب مع الناس، في حاجه يعني انا حاسس ان انا بعيد نسبيا عنهم، التمرينات صحيح. مختلفه، الجو العام مختلف صحيح. عن اللعبه في مصر. يعني هنا في مصر مثلا بدي فرق اللي ورايا بتاع حاجز او نص حاجز بفضل ربنا طبعا، بفضل المدربين وبفضل المجهود اللي احنا بنعمله. لكن بتطلع بره بتلاقي نفسك ان انت السبيد بتاعتك بتاعت اول حاجز ديت هي ده البيك بتاعي وانا ماشي جنبهم. طب بعد كده هم بيفرقوا. طب انا عايز، لا انت عندك ما بس عندي، بس عايز ادابشن بقى على الحته دي. الثقه دي بتفرق كتير جدا، الانفعال الحاجات دي، هي دي الاحتكاك. بالظبط، انما بدنيا وتدريب تقدر تجيبهم. بالظبط، احنا بالعكس احنا هنا بنتمرن اكتر بكتير قوي من التمرينات بره، وبنسبه كبيره نفس التمرينات اللي هم بيتمرنوها. احنا دايما الجهاز بتاعنا والكابتن بتاعي كابتن مير رفاعي ابديتد جدا بالحاجات اللي الجديده اللي بتيجي بره بس والتمرينات. بس هي الفكره كلها، طب عايزين نلعب بقى، عايزين نلعب ماتشات. احنا يعني انا بشوف مثلا صحابي خارجيين بيلعبوا 12 ماتش او 13 ماتش في السنه. صحيح. بس هي طب انا هطرح عليك سؤال يا كابتن، طب احنا ليه يعني ما نحطش مجموعه من اللاعبين البرومسنج في النادي الاهلي، نشوف في كل سبق او كل لعبه مثلا 5 6، وانا متاكد النادي الاهلي عمره ما هيتاخر. يعني لو هي محتاجه يشارك في بطولتين دوليتين، اصل هو لاعب، لما لاعب بيطلع غير لما طلع فرقه. تمام. لاعب مهما كان اقامته وتذاكر طيرانه يشارك في يعني في 2 ايفنت مثلا في السنه، اكيد هتفرق. هو ردا برضو على تكمله الحديث، يعني هو احنا في الفترات اللي فاتت، السنوات اللي فاتت، كان مفهوم ان يطلع الفريق النادي الاهلي يطلع يعمل لقاءات بره ما كانتش موجوده مطروحه اطلاقا. يعني هو نقدر نقول يعني احنا شغالين فيها بقى لنا سنتين وبنعمل شكل هيكل نقول ايه بقى الموازنه للميزانيه ازاي بالظبط، وبتدرس الخريطه الخارجيه بالظبط. انما الفكر ممكن يتغير شويه، وزي ما انت بتقول لا في الفكره دي موجوده مطروحه والنادي الاهلي متاخر صدقني. يعني تهيأ لو الفكره دي اتحطت، لا دي حقيقه احنا انت مش طالب كتير. لا انا بقول لك لو حط عينك على 3 4 بروفيسك زي رامي،
اللعيبه دي تبقى عندها، واكيد يعني طبعا اكيد المسؤولين في النادي الاهلي بيتفرجوا عليها دلوقتي، واكيد ان دي حاجه حتى بنقدمها لمصر. يعني الموضوع ده ان حضرتك تقدر تحط خمس ست لاعبين، ما بقولش فرقه كامله تسافر، ولكن اللعيبه الوعي دي لا موجوده، موجوده الكلام ده وانا ابتدينا نتكلم فيه يمكن حتى من ثلاث شهور تقريبا، وممكن من اخر لقاء كنا هنا فيه كنت انا ورامي حتى، وفي بعض اللاعبين في الرمي وفي بعض اللاعبين بالسبرنت ابتدينا نتكلم، وفي ناس منهم راحوا شاركوا بس بمشاركه فرديه في لقاءات دوليه. موجوده هذه الفكره واطروحه، وطلب مننا ان احنا نحط خطه مستقبليه لمده مثلا ست شهور، البطولات اللي جايه دي تبقى فين واللقاءات ايه ومين هيشارك يعني فيها. يعني انت ممكن تحتاج كم لاعب يشترك في السنه مثلا كده في بطولات خارجيه؟ يعني هم نقدر نقول اجمالي لاعبين من 6 ل 8 ولاعبات من 2 ل 4، يعني 10 لاعبين او لاعبات في السنه كلها، يشارك كل لاعب من دول في ايفنت واحد بالظبط، سوري 2 ايفنت، يعني يشارك في 6 شهور في ايفنت واحد بالزبط. يعني ممكن نتكلم الكلام ده في تذاكر طيران ومصاريف اشتراك والكلام ده كله، يعني مش هتكلم النادي يمكن يعني ممكن كل اللعيبه دي تكلف النادي مليون جنيه في السنه مثلا، يعني ممكن اقل من كده. متهيألي ان هو اللاعب هيكلف قد ايه؟ تذاكر وسفر و... لا مفيش. وبعدين اللقاءات دي واللي هي المنتديات دي احيانا بيبقى فيها الدعوات دي بيبقى فيها مثلا مثلا اللقاء عليهم ممكن بيقدموا بعض ممكن تذاكر بس بالظبط تذاكر ممكن تدرس البطولات حضرتك وتشوف البطولات اللي ممكن يساعدونا في الاقامه مثلا بالظبط وتسفر لاعبينا بالظبط. ليه؟ لان انا بقول النادي الاهلي هنا بيقوم بدور الاتحاد، لان الاتحاد مش قادر، ومن اهداف النادي الاهلي ولائحته ان هو يحافظ على الرياضه في مصر مش بس النادي الاهلي. دي حقيقه، وده اللي احنا بننفذه على فكره، يعني اللي انت قلته ده كابتن مظبوط، لان احنا كدورنا فعلا احنا عاملين كده، احنا فعلا بنحافظ. طبعا دي مهمه الرئيسيه بتاعت الاتحاد واللجنه الاولمبيه، انما احنا فعلا كنادي اهلي احنا عاملين كده فعلا، يعني احنا حتى في صدد اقامه ثلاث اكاديميات كبدايه تيستين كده، بنجرب فكره جميله برافو، بنجرب عشان يبقى عندك تفريغ بصفه مستمره بالظبط بالظبط، يبقى من ناحيه بننشر اللعبه ومن ناحيه برتقي بالمستويات اللي عندنا، وممكن الى حد ما بالهدف الثالث بقى انا ممكن اجيب دخل يكفيني او يغطي مصاريفي في هذه الاكاديميه. صحيح. انما احنا بادئين في هذا المشروع وفعلا تم تقديم الكلام ده وانتظار الموافقه عليه ان احنا نبتدي ننفذه. محتاج متابعه من حضرتك برضو اكيد اكيد، يعني ان شاء الله يكون معانا كابتن مراد عاصم مدير نشاط الرياضه والمهندس مراد عاصم، اكيد هيكون معانا في فقره يعني من الفقرات، واكيد هنتكلم عن الموضوع ده، مش هيتاخر عن يعني بيتهيألي لو الدراسه متكامله ومقدم له مشروع متكامل وده دورك يعني تجاه اللاعبين بيتهيألي الدنيا هتختلف حقيقي ان شاء الله. لا متوقع هي تختلف، واحنا الفتره الجايه دي بس ان شاء الله الامور تستقر ك ك ك كانتخابات واتحاد وهيكل، هنبتدي نتحرك ونقدم طلباتنا دي اللي هي مدروسه ومحسوبه ماديا، وباذن الله متفائلين خير. ده حقيقي ان احنا السنوات اللي فاتت دي لا في تقدم والناس بتسمعنا وانا بقول لحضرتك يعني كابتن عاصم السعداني يمكن انا معلش اكيد يعني طبعا. مدير النشاط الرياضي هو عارف يعني بتهيألي الحته دي هو ما بيتاخرش، يعني حتى في الاشتراكات في مستوى الالعاب الجماعيه كابتن عاصم من اكثر الناس الدؤوبه على الحته دي، عرض عليه واكيد هيعرض على مجلس الاداره وتبقى يعني خدمه كبيره بتقدمها لمصر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طب اروح لرامي برضو، رامي بتهيألي بالوضع ده لو لقيت مشاركه في يعني حدث او اثنين سبق او اثنين دوليا وكمان الاتحاد ربنا يعني يكرمهم كده ويوفروا تمويل يقدر برضو يشاركك في يعني في سبق ثالث او رابع، تهيألي كده يبقى الدنيا اتحركت ممكن تقدر تعمل حاجه. طبعا هو ده اللي بجد ينقص مش انا بس، ده احنا كمصر يعني كالعاب قوه كلها احنا بينقصنا الماتشات الخارجيه. انا عايز اقول لك يا كابتن احنا فعلا عندنا ابطال كتير، ابطال وخامات كويسه مش في الاهلي بس، في كل حته ممكن النادي الاهلي يكون هو اللي انت عارف الحل يا كابتن. الحل وانتوا صغيرين تبتدي بقى عندكم الرغبه في جامعات امريكا خارجيه منح طبعا، ما هو انا يعني احنا كل الناس كانت بتفكر في الموضوع ده يعني. بس هي فكره بقى الاهل والقعده في مصر والكلام ده كله هو ده اللي بيخلينا احنا متمسكين بال انت تقعد في مصر. بالظبط ان احنا نقعد في مصر، لكن انا يعني مش هتكلم عن نفسي انا بس احنا فعلا يعني انا مثلا رقمي الشخصي 14.08 ورقم القياس المصري 14.06. انا من 2013 لحد دلوقتي انا بحاول اكسر الرقم دوت مش عارف ثانيتين لا ده جزئين بالظبط جزئين من الثانيه. انا دلوقتي رقمي الماتش اللي فات 14 18 جزء، الكواليفيكيشن بتاع الاولمبيكس والبطوله العالم 13 50، فرق 50 جزء من الثانيه، 50 جزء من الثانيه دول عايزين يعني تمرين عذاب
التمرين موجود وكل حاجه، بس محتاجين بقى الاكويبمنت مثلا باحتكاك الحاجات الادفانسد قوي، التغذيه كمان، والتغذيه احنا التغذيه مكلفه جدا. يعني انا يعني بصرف على نفسي في حاجات كتير، والنادي بيدفع لي فلوس كتير في حته بس بالظبط يعني حته بقى الاوتسايد ديت، هي دي اللي فيها مشكله، فكره الخارجيه دي عشان دايما بتبقى مكلفه اكتر، بالذات بعد المشاكل اللي حصلت والتعويم والكلام ده كله، فبقت الحاجات الخارجيه بقت غاليه حتى على نفسي. يعني انا كان نفسي قبل الاولمبياد اللي فاتت ديت ان انا اطلع معسكر بره، وعملت فعلا دراسه في بيلاروسيا ان انا اطلع بره، وكلمت مدربين واتفقت وكل حاجه، بس قعدت احسب حسبتي، لا انا كتير عليك، كتير انا مش هقدر، انا باخد كام اصلا؟ يعني انا موظف في البنك الاهلي، بوفق بين الاثنين، حته ان انا ادرس واتمرن، اخلص شغلي واطلع على التمرين، ده ديلي. الفلوس اللي بتجيلي، عندي طفلين، وانا 25 سنه ما بانش عليها 25 سنه بس، ففكره بعد التعويم الدنيا بقت صعبه جدا جدا، ففكره ان انا اقعد اصرف على نفسي، طب فين؟ طب بس انا بحاول على قد ما اقدر. قالوا كابتن ياسر فعلا حته المشروع اللي هيقدمه ده، او اللي هو درسه وبيقدمه، انا متاكد والله ان احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده كابتن ياسر، وفعلا هو يعني انا واثق ان هي مساله وقت، بس ان شاء الله الوقت ما ياخدناش 10 الدنيا ما ياخدناش، يعني لا مش هيعدي، عشان ده هدفي والله. انا من وانا صغير حاطط قدامي، ومش هدف انا بس، هدف مدربي وهدف الجهاز الفني، ومن اول ما جيت النادي الاهلي انا حاسس ان روح النادي الاهلي دي كلها بتاثر علينا في التمرين. يعني انا طب انا باخد اول جمهوريه، طب انا ممكن اقعد في البيت وهنزل العب مثلا تمرينتين في الاسبوع وهنزل اخد اول، بفضل ونعمه من ربنا. بس هي الفكره في حاجه ان انا لا، طب ما انا بتمرن كل يوم، عشان في بره 1000 واحد بيتمرن كل يوم صبح وبعد الظهر. انا قبل ما اشتغل كنت بتمرن صبح وبعد الظهر، وفي ثانويه عامه كنت بتمرن صبح وبعد الظهر. فهو ده هدفنا، ده النادي الاهلي، حته ان انت لا، انت ايا كان انت سنك ايه، وايا كان ان انت ترتيبك فين من اول جمهوريه لحد الثامن، كلنا هدف واحد وكلنا تارجت واحد، ان احنا هدفنا الساعه ان انا عايز اعمل الكواليفيكيشن، ان اللي ما لعبش انا بالنسبه لي انا، وبالنسبه للمدربي وبالنسبه للجهاز، اللي ما لعبش اولمبيكس ديت يعني ما لعبش رياضه، اللي ما راحش الاحتكاك بتاع الاولمبياد ده ان شاء الله تروح. وبقول لك انت يعني تنحت في الصخر الحقيقه بالظبط، هو ده اللي احنا بنعمله، بس احنا محتاجين زقه بس. لا ان شاء الله يعني بس الزقه تبقى موجوده باذن الله، اكيد النادي هيبقى متاخر، بس برضه لما بتلاقي لعيبه عندك بالروح دي الحقيقه يا كابتن، يعني تعب همتك بتبقى سهله. هو بصراحه في زي رامي ما شاء الله، يعني نسبه كبيره زي رامي كده الروح دي موجوده، وهم دول بيخلينا يعني نضغط ونقفل. احنا مثلا الوحده التدريبيه بتاعتنا ساعتين، 120 دقيقة، وال 120 دقيقة دي المفروض نمرن فيها كل الايفنتات ونلحق نخلص قبل ما الساعتين يخلصوا، عشان الوقت عشان بعدينا في ناس تانية داخل الملعب. فالروح دي اللي بتخلينا زي ما بيقولوا يعني نتغلب على حاجات كتيرة، ونخطط بدرجة أدق، وده يطلع وده يخش وهكذا. إنما الروح دي هي الجميلة، هي اللي بتدفعنا دايما. أكيد أكيد طبعا. أكيد. طب قول لي يا كابتن برضو، يعني أكيد في أندية ممكن تنافسك، ممكن لعيب يعني بيطلع في نادي بيبقى فيه جيل معين بيطلع في نادي، أنت شايف الأندية اللي بتنافسنا مين؟ والله إحنا بقى الأندية اللي بتنافسنا دي مش بندي كل واحد حقه، يعني بتتغير على مدار الزمن. يعني أنا أيام أنا كنت بلعب كان نادي الزمالك المنافس الرئيسي بتاعنا، النادي الأهلي. بعدها اتغيرت الامور شويه، دخل سبورتنج اسكندريه، بعد كده بقى اتحاد الشرطه الرياضي. سموحه مش عامله في العاب القوى حاجه؟ بس مهندس فرج عامل اعرفه يعني دقوب في الحته دي. لا ولو لا دخل صدق، لو دخل في العاب القوى سموحه هيولع الدنيا. لا للاسف سموحه بعيد عن المنافسه في العاب القوى، يمكن كان في ايفنت او اثنين، احنا العاب القوى 22 ايفنت، فهم يمكن بنفس ايفنت او اثنين. المنافس الرئيسي بتاعنا دلوقتي نادي الجيش، نادي تبع الجيش. يعني هو حاليا هو المنافس الرئيسي بتاعنا، وتحتيه اللي بيدعمه ست مؤسسات على مختلف على اختلاف محافظات جمهوريه مصر العربيه. دول زي الاكاديميات، شبه الاكاديميات بتاعته يعني، لان المميز فيها بينتقل للمنافسه لينا، يعني المميز فيها بينتقل لنادي الجيش وبعد كده بيطلع ينافسنا هنا. فحاليا ده المنافس الرئيسي بتاعنا، انما احنا ما زلنا الحمد لله كويسين ومتفوقين الحمد لله. طب قول لي برضو يعني بالتقريب كده يا كابتن، يعني انت اكيد عارف ميزانيتك العاب قوى قد ايه في النادي الاهلي؟
من 4.5 ل 6 مليون. يعني بس ليه بقول الارقام دي؟ عشان الناس تبقى عارفه النادي الاهلي قد ايه شايل عبء. يعني يا جماعه خلينا نتكلم بامانه، انه في غياب او في الحاله الاقتصاديه الصعبه اللي بتعيشها البلد دلوقتي، النادي الاهلي بيقوم بدور كبير جدا، لان الاتحادات اصبحت مش في حالتها اللي قبل كده عشان التعويم والاشتراكات الخارجيه زي ما كنت بتكلم مع رامي دلوقتي. فالنادي الاهلي دلوقتي ميزانيته مليار، فالنادي الاهلي بيقوم بخدمه كبيره جدا للرياضه. الحقيقه مفروض ان احنا نساعد النادي الاهلي، مش النادي الاهلي مش طالب مساعده ماديه او مش طالب مساعده يعني من اي شكل من الاشكال. النادي الاهلي قادر بالرجال وقادر بعقلياته اللي موجوده فيه ان هو يقدر يطور من نفسه، ولكن يعني ما نحاربوش، يعني سيبوه شغال في حاله وسيبوه هو شغال، هو هيوصل اللي هو عايزه. شايفين العاب القوه الاتحاد مش قادر يقوم بدوره. كابتن ياسر بيقول لنا ان ميزانيه النادي الاهلي من 4.5 مليون ل 6 مليون على العاب القوه في الوقت اللي اللعبه ما بتجيبش دخل النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي قايم بدوره ونتمنى الزياده كمان ان شاء الله في النادي الاهلي. يعني كابتن ياسر يعني اكيد حضرتك يعني بتنادي من فتره طويله ان يكون فيه الملعب، والملعب دي حقيقة. بدايه بتنادي ان برضو الملعب يتم تطويره، وانا عارف ان في اجراءات بتحصل في دي، يعني شايف ده ازاي؟ انا عايز اقول قبل الملعب احنا عندنا في العاب القوى 22 لعبه على مستوى البنين ومستوى البنات، يعني البطوله الواحده بيبقى فيها 44 مسابقه. النادي الاهلي بيشارك في ال 44 مسابقه، اللي احنا بنتكلم عن انديه منافسه مثلا بدون ذكر اسماء، في بعض الانديه بتشارك في مسابقه او اثنين او ثلاثه او اربعه او خمسه او سته. احنا 44 بالظبط. فانا عشان بمناسبه اللود اللي علينا او اللي فعلا العبء الملقى علينا، ان احنا النهارده بشارك في 44 مسابقه، ما فيش مسابقه ما شاركش فيها في سواء كان بنين او بنات او حتى الاطفال براعم. فده عشان كده انا النهارده ببقى مميز، شئنا ام ابينا بقى نتكلم، لا انا مميز لان انا بشارك في الاربعه، وده نادرا ما بيحصل. ساعدني بقى ما تحاربنيش. بالظبط بالظبط. وبدي والناس دي كلها ليها مكافآت وليها ملابس وليها لايحه كامله. بالظبط لايحه. فانا النهارده لما اعمل الكلام ده يعني زي ما حضرتك بالظبط، ما تجيش من بره، ما تجيش حاجه تعطلني من بره، يعني خاصه ان انا مش لعبه بتجيب دخل، لعبه ملهاش اقبال جماهيري، فمفيش حد، مفيش فلوس بتجيلي، انا بصرف جهه تصرف. ما تضغطنيش. الملعب هيساعدني طبعا في ده تماما، دي لان انا النهارده ال 120 دقيقه بتوعي دول انا ممكن اخليهم 24 ساعه. بالظبط 24 بالظبط. يعني انا اقدر النهارده يبقى عندي فترتين المدربين يخشوا 4 ساعات صباحي و4 ساعات مسائي، يبقى 8 ساعات. يبقى اذا اكيد شيء طبيعي عدد الممارسين هيزيد، بالتالي عدد الابطال هيزيد، بالتالي عدد المميزين على مستوى مصر البطولات بقى العالميه ومصر يقدر يزيد. لان انا القاعده عندي لو هم 200 لما يبقوا 2000 اكيد هيبقى الـ 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 وهنا عايز اقول حاجه بمناسبه الملعب، يعني الملعب ده ممكن يبقى جهه دخل. يعني النهارده انا في بعض البلدان الاوروبيه بالظبط معسكرات عندنا، احنا مميزين في العاب الرمي، مدربينا والاجهزه الفنيه ولاعبينا مميزين. النهارده في بعض الدول الاوروبيه بالظبط اللي عندهم التلج كمان ده هيجي معسكر بتاعها، خاصه الجو عندنا طول السنه كويس، لان يعني احنا لعب اوت دور. بالظبط يعني احنا لعب اوت دور دي حقيقه. هو ده اللي انا ان شاء الله في التصور موجود. ما هو برضو بتهيألي يعني كان برضو رامي، يعني يمكن استاد الاهلي الجديد لو انتوا طرحتوا حاجه زي كده ان يبقى فيه تراك كويس او ملعب كبير لالعاب القوى، بتهيألي برضو دي هتبقى تفرق معاك انت كلاعب لو متمرن في ملعب على ستاندرد عالمي. هو كمان غير الملعب الستاندرد، التوقيت، الوقت نفسه. احنا دلوقتي بنتمرن ساعتين، فعلا زي ما كابتن ياسر قال ساعتين قليل جدا. انت لو عايز تعمل بطل عالم او تعمل بطل اولمبي انت عايز تعمل ساعتين 8 ساعات. فهي حته الوقت ديت فكره دي اول حاجه. فكره بقى المكان نفسه، على الاقل تبقى عارف انت تتمرن جوه النادي الاهلي براحتك، تخلص زي ما كابتن ياسر قال انت بتزود فعلا قاعده اللعيبه. طب هسالك سؤال يا رامي، انت شايف دلوقتي انت لعيب دلوقتي بطل جمهوريه وكده، شايف اللاعبين اللي طالعين القاعدة بتزيد ولا بتقل؟ لا بتزيد. بتزيد. بتزيد طبعا. بتزيد كل سنة عن التانية. الصعوبات اللي احنا شايفينها. لا لا بتزيد. ما هي فكرة ان زي ما قلت لحضرتك هي روح النادي الاهلي. فكرة ان كل مدرب خايف على النادي، وكل مدرب عايز يكسب الدرع وعايز يكسب الكاس وعايز يخلي فيه لعيبة بصيد البطولات المحلية ناس تطلع بره. يعني انا بسم الله ما شاء الله كل اللعيبة اللي معايا في التمرين كلهم من رينج 16 لحد 18 سنة. فكره الهدف بتاعهم ان هم عايزين يلعبوا بره ويلعبوا اولمبيات، وبيكلموا معايا في ميتنجز بره وعايزين نعمل كذا، طب انت يا رامي عايز تعمل، طب انا ممكن اجيب فيزا ازاي؟ طب يعني الكالتشر دي بالظبط مش بتاعهم انت كل اللي عليك انت تيجي تتمرن وخلاص. بس احنا عشان اللعيبه احنا
مرينا بالمراحل دي كلها فبنحاول بالظبط بنحاول نهون عليهم الدنيا شويه، ولما يشوفين انا متماسك والدنيا وربنا يكرمنا ونفضل متماسكين كده ده بيخلي اللعبه كلها اللعيبه كلها لا عندهم فكره الروح ديت وعندهم فكره ان مش مشكله ساعتين طب ما انت احسن ما تقعد في البيت يعني لا ما اتمرن ساعتين دول مش مشكله وربنا يكرم فيما بعد الدنيا لو مشيت هيبقى ساعتين. طب مع المنتخب ما بيجمعكوش حتى طيب والله يا كابتن اديكوا وقت اطول. انا عايز اقول لك حاجه ان للاسف ما فيش فريق قومي لعبكم يعني دي حاجه احنا يعني انا مستغرب ده احنا عندنا كنز يا كابتن ياسر كنز فريق. الالعاب الفرديه والالعاب القوه وطبيعتنا الجسمانيه يعني تناسب كل السباقات وكل الايفنتات يعني الواحد حزين على ده يا كابتن والله يعني ليه هل الازمه الماليه ما مش معقول الازمه الماليه يعني ما اقدرش اقرع خمس ست لاعبين مش ممكن. هو بنسبه كبيره للاسف الازمه الماليه يعني على مستوى الاتحادات هي ازمه ماليه بالنسبه لينا طبعا كنادي انا عندي العاب القوه بمناسبه مش عقود هي لائحه تنظم اللعبه فهو اللاعب زي رامي ممكن في وقت من الاوقات يعني بس هو طبعا مش عايز اقول زي رامي يعني حد تاني شبيه ممكن يجي اول ما يتجوز ويبقى عنده طفل او طفل او خلاص هيبقى لان العائد اللي بيتي اولى بالفلوس اللي بصرفها على نفسي هو زي ما هو قال هو بيحب اللعبه هو بيحب عشان كده عاشق ليها عشان كده مستمر والحمد لله ربنا بيديله فيها. في ناس ثانيه ما بتحبش اللعبه عايز مصلحه عايز يعني عايز يحسن وضعه المادي الاجتماعي فبيشوف بديل خلاص مع السلامه انما زي ما انت قلت في كنوز عندنا كتيره بس انا متفائل بصراحه الفتره الجايه ان يا رب بعد قانون الرياضه يا رب بعد تفعيل دور اللجنه الاولمبيه بالشكل الكبير ده يا رب نشوف ان يحصل دعم للالعاب الفرديه ده مهم قوي يا رب ده مهم قوي لان زي ما حضرتك قلت وهو قال احنا الدعم ده ما كانش يجي يعني اللعبه مش جماهيريه ما بتجيبليش دخل يعني صحيح كتر خير النادي طب صحيح. انا ممكن اقلص بقى التقليص ده مش مصلحه حد صحيح ولا نادي ولا منتخب ولا جمهوريه مصر العربيه صحيح يا كابتن ياسر بشكرك شكرا جزيلا نورتنا كابتن ياسر شكرا ليك ان اديتني الفرصه دي يعني لقائك معايا اسعدني صراحه وشفت قد ايه انت بتبذل مجهود كابتن ياسر داوود رئيس جهاز العاب القوه شكرا جزيلا نورتنا كابتن شكرا ليك وشكرا للقناه ولكل محبي النادي الاهلي والناس القائمين على العمل وربنا يوفقنا الفتره الجايه ان شاء الله ده بيتك يا كابتن ربنا يخليك ان شاء الله بشكر رامي سعيد طبعا لاعب او سباق النادي الاهلي يعني مسافه 110 متر حواجز وبطل الجمهوريه بشكرك شكرا جزيلا نورتني وشرفتني ويا رب يعني المشاكل اللي انت بتشوفها دي تتحل قريبا يا بإذن رب باذن الله ان شاء الله نورتني وشرفتني يا رب ربنا يخليك شكرا جزيلا لحضراتكم وفاصل وهنرجع هيبقى معانا يعني اثنين من فتيات الذهب الحقيقه هيبقى معانا شروق فؤاد طبعا صانع العاب الفريق الاول للكره الطائره سيدات ومعانا كمان مريم متولي العائده طبعا من العمليه الجراحيه والاصابه هيكونوا معانا بعد الفاصل ما تروحوش بعيد لسه عندنا فقره مهمه هنحط الضوء على الفريق الاول للكره الطائره سيدات ما تروحوش بعيد.
اهلا بحضراتكم من جديد. انضم لي في الاستوديو وبرحب بيهم الكابتن ماري متولي لاعبه الفريق الاول ولاعبه منتخب مصر ايضا للكره الطائره. اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. عمليه صغيره في الكتف كده بسرعه وجينا. سريعا. الف سلام عليكي ومنورانا. الله يسلم حضرتك. طبعا انضم لي شروق فؤاد، الحقيقه اول مره تيجي لنا في ملوك الصالات، تعبتنا حبه كده بس اخيرا بقت معانا. اهلا بيك يا شروق. اهلا وسهلا كابتن، منورانا. ميرسي، ربنا يخليك. شروق قولي لي، يعني انت كنت راجعه مع المنتخب من كينيا، اتاهلتوا كان دي تصفيات مؤهله لافريقيا. كلمينا عن التصفيات، كلمينا عن البطوله اللي احنا رايحينها مع المنتخب في شهر 10، كلمينا عن القصه دي. احنا جمعنا في المنتخب من نص رمضان كده، كان تمرين كل يوم. لما خلص رمضان والعيد دخلنا معسكر مغلق، كان عندنا تصفيات المؤهله لبطوله امم افريقيا في شهر 10، كانت في كينيا، كان معانا كينيا واوغندا وكان معانا الكونغو. كسبنا فرقتين وخسرنا من كينيا، بس اتاهلنا يعني الحمد لله. هي اصلا مش فارقه يعني من اول وتاني. فرق كبير بينه وبين كينيا؟ لا والله مش فرق كبير خالص، احنا اخر مره كسبناها كمان يعني كانت في الكاميرون فكسبناها. المباراه دي لا، احنا يعني البطوله دي ما كناش متمرنين قوي يعني. احنا اسبوعين في التاهل وخلاص. اسبوعين بالظبط، احنا بنتكلم في التاهل وخلاص. بس هي البطوله الجايه اللي هي امم افريقيا دي هي اللي صعبه جدا وهي مهمه جدا. يعني فين وامتى دي؟ في الكاميرون من 17 ل 17 ل 14 10. الفرق المشاركه ايه والجامده ايه؟ شو هي فرق كتير جدا يعني، احنا اصلا مستغربين في فرق كتير قوي يعني اول مره اسمع عنها. احنا كاميرون، كينيا، سنغال، تونس، الجزائر، بوتسوانا، زامبيا دي برضو اول مره اسمع عنها، غانا، كوت ديفوار، سيشل. بس انتوا الفرق اللي بتنافسكم الكاميرون، كينيا والكاميرون، تونس، الجزائر. تونس، الجزائر. لا في فرق كتير قوي بتنافسنا. يعني احنا اصلا يعني بتضايق قوي لما الناس تقعد تقول الفولي اصلا ما فيهوش منافسه. لا خالص. لا بالعكس. خالص بجد. بالعكس. لا منتخبات وانديه في بطوله افريقيا لا كله صحيح. بينافس وكويسين جدا، كلهم بيشتروا محترفين، فيعني الموضوع بيبقى صعب يعني. طب دي لقطات فاكراها شو كانت من تالي كاس مصر؟ لا دي كانت البطوله العربيه. انا اسف في شهر 12 اللي فات، انا اسف، في البطوله العربيه في الاستاد اللي فزنا بيها. وانت خدت فيها احسن صانع العاب. تالي بطوله عربيه برضو بتبقى تعتبر يعني، هنلاقي فيها تونس، الجزائر. يعني برضو وبيبقوا اغلبهم المنتخب يعني، حتى البطولات العربيه دي بتبقى هي البطوله العربيه هي زيها بالظبط زي افريقيا، بس هو كينيا والكاميرون بس مش فيها، فبرضو تونس والجزائر صعبين بالنسبه لنا. هي البطوله دي تقريبا تونس ما اشتركتش فيها، هي بس كانت الجزائر، كان ماتش فاينل برضو كان صعب اللي هو مجمع بطوله الجزائر. بالظبط، بس عشان جه الالتراس وكده فهم يعني تقريبا اتخضوا شويه. خدناهم ومكسبناهم. خدناهم بسرعه 3-0 يعني. بس يعني فعندنا كمان ان شاء الله بطوله عربيه في الانديه شهر 12. شهر 12 احتمال تكون في البحرين برضو، بس لسه مش اكيد. بس انتوا كابتن حمدي قايم معاكم بصراحه بالواجب وزياده التمرين عذاب. فظيعه. العذاب الاليم. ربنا يوفقك يا رب. روح لمريم انت، احكي لي قصه الاصابه جت ازاي. مش عايز افكرك باوقات صعبه، بس برضه يعني ايه، قولي لنا جت ازاي، عملت العمليه امتى، يعني قولي لنا لغايه الحمد لله دلوقتي الاخبار ايه. هي كانت اصابه تراكميه، مش فجاه وقعت او حصل لي حاجه في الملعب. بقى لي كذا سنه بلعب عليها، فكل سنه بتزيد اكتر يعني. كانت الاول عظمه منفصل عن العظمه الرئيسيه، بعدين الوتر كان قطع جزئي، بقى قطع كلي. الكبسوله اللي بتمسك الكتف وسعت شويه، ووتر البايسبس حصل له حاجات كده برضو. فانت كنت محتاجه لازم تدخل جراحي. كان لازم اعملها، فبعد ما يعني ظهر قوي وانا في افريقيا. عملتها في مصر. عملتها في مصر مع دكتور باسم فليجه. انا عارفه طبعا. بس ظهر قوي وانا في افريقيا ان انا فعلا مش قادره خلاص اتحمل يعني ان انا العب وكده. فبعد ما رجعنا من افريقيا حاولت اتعالج شويه، لو ينفع اتعالج قبل ما اعملها برضو. وجيت وانا في المعسكر بتاع المنتخب بتاع بطوله العالم للمكسيك، ما قدرتش بقى خالص يعني. تخيل كنت معاهم، كنت تفرق معاهم، كنا دخلنا دور الثمانيه الحقيقه. لا المكسيك دي فرقتي انا، سني انا الصغير اللي هو تحت 20 سنه. بالظبط بالظبط. فما قدرتش بقى خالص. كان يعني وجودي كان هيفرق كتير. طب انت عملت العمليه بحوالي من تقريبا من شهرين انا فاكر. عملتها من شهرين ونص كده. بعد العيد باسبوعين ثلاثه. وبعد دلوقتي في مرحله التاهيل. الاول اتجبست وبعدين قعدت شويه في الارم سلينج ثلاث اسابيع برضو، شهر ونص كتفي متعلق. وبعدين ابتديت بقى خلاص انزل ااهل مع الدكتور المتخصص بتاع دكتور باسم، وابتديت انزل مع الفرقه فيتنس. دي لقطه ليكي برضو مريم في بطوله عربيه. الحقيقه كان برضو
وكان على فكره انتوا الاثنين، وكان ده مولد ملوك الصالات يعني في السنه في الشهر ده كان بدايه ظهورنا، حتى ما كانش في الاستوديو ده وكنا متابعينكم وكنا سعيدين جدا بالبطوله دي. أيوة. كان ساعتها برضو كتفك بيوجعك صح؟ كان يعني في الفتره دي يعني هو بيوجعني على طول بس في بطوله افريقيا ظهر قوي ان انا مش قادره خالص. طيب دلوقتي انت بدات تضربي ولا لسه ولا؟ لا خالص، انا لسه اصلا مش برفعه حتى 90 درجه، بس ابتديت اجري مع الفرقه عادي واعمل فتنس بس طبيعي، انما خالص مش بلمس اي كوره. طب امتى ممكن الدكتور قال لك تبتدي تنزلي بقى؟ الدكتور كان قايل لي 5 شهور من تاريخ العمليه. فان شاء الله كده يعني لسه ماشيه في 3 شهور، وممكن قال لي لو البطوله العربيه شهر 12 اتحددت ممكن ينزلني ان شاء الله. طيب قولي لي يعني انت كده بالتقريب ممكن تلحقي البطوله العربيه بالتقريب يعني؟ ان شاء الله البطوله العربيه في نادي، بس اول الدوري التمهيدي وكده لا ما اعتقدش. لا طبعا بس ممكن ابقى لسه بتمرن. تجهزي انا بتكلم تلعبي فول باور بتهيألي زي ما قال الدكتور البطوله. البطوله العربيه ان شاء الله هو منزلني، يعني هينزلني ان شاء الله عشان البطوله العربيه كمان، لو ما فيش ممكن ما ينزلنيش بدري. وبتهيألي برضه بطوله المنتخب مش هتلحقيها ليها برضه اكيد في شهر 10؟ لا خالص، ده مسافرين الشهر الجاي. اتفرج عليها بس. اتفرج عليها بقى يا رب تتذاع. طب قولي لي بقى يعني بطوله افريقيا اللي هي للانديه للابطال، النادي الاهلي بيحاول يجيبها عشان تيجي الصاله، قولي لي يعني انتوا حابين ايه؟ مستنيينها جدا يعني؟ قولي لي كلميني عن البطوله دي. احنا طبعا مستنيينها عشان احنا خسرنا السنه اللي فاتت، فطبعا عايزين نرد طرنا فعلا على ارضنا طبعا بقى وسط جمهورنا زي ما حصل كده في البطوله العربيه. وهترد طر مظبوط يعني نفسنا والله فعلا. فنفسنا طبعا النادي على فكره النادي ما قصرش. احنا عارفين النادي طلب بتاعتنا احنا والولاد، والاتحاد الافريقي لسه فعلا ما وافقش، بس طبعا احنا نفسنا جدا جدا ونفسنا الجمهور يجي ويقفل الصاله ويعني واحنا نروح وراكم في الصاله والكلام ده كله والتشجيع. طب قولي لي برضو اكيد في بطوله عزيزه على قلبك شويه مريم، ايه هي؟ افريقيا 2015 يعني اهلي ولا منتخب؟ اهلي. انا لسه ما لعبتش امم افريقيا ومنتخب اللي هم لسه يروحوها لسه ما لعبتش. لسه ما رحتهاش، انما انت النادي الاهلي 2015 دي اللي كانت في تونس صح؟ لا كانت في مصر. كانت في مصر 2016. طب ليه 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 عزيز عليك؟ عشان كانت اول بطوله ليا العبها خالص مع الفيرست تيم، واخدت فيها احسن لاعبه واحسن حائط صد. ما شاء الله خدت فيها القاب كمان جميله، فدي عزيز عليك. كنت اصغر لعيبه في البطوله واول بطوله ليا خالص، فكانت يعني احسن حاجه. صحيح. طب شروق قولي لي برضو يعني صانع الالعاب بتبقى مهمه صعبه جدا، يعني ان انت تبقى عامل كنترول على الملعب وشايف مين هيشوط ومين، يعني موضوع صعب. حتى في الطايره الموضوع اصعب بكتير، يعني قولي لي المركز ده بدايتك معاه ازاي؟ ليه حبيتيه بالذات المركز ده؟ من صغري يعني الصراحه انا ما جربتش خالص اي بوزيشن تاني غير بلاي ميكر. اكيد مش عارفه الكابتن يعني كابتن المرنوني هم اللي شايفين يعني ان انا موهبه الصوابع عندي احسن مثلا من اي مهاره تانيه. هي مش صعبه قوي يعني، بس هو دايما البلاي ميكر دايما لازم يبقى مجمع الناس حواليه، مصاحب كل الناس الصغير والكبير. لو حد مثلا من الصغيرين طلع لنا عشان يلعب معانا ما يكونش خايف، لازم برضو يعني كلنا نحتويه كده يعني ما يكونش خايف في وسطنا. البلاي ميكر يعني بينفذ تعليمات الكابتن بس جوه الملعب، يعني انا دايما قبل الماتشات تاخدي التعليمات من دايما بقعد مع كابتن حمدي، ايه نقط ضعف الفرق الثانيه، ايه بلوكات اللي مش كويسه هناك، ترفعي عند كذا، فنتات كذا كده يعني. طب قولي لي انت ليكي طقوس قبل المباراه؟ يعني برضو خدي بالك اصل انت الشغل المنتلي يعني انت شغل ذهني كتير. ليكي طقوس قبل المباراه، استعدادات للمباراه؟ يعني احنا بنشوفك في المباريات مركزه، ما بتحكيش كتير، ما بتتكلميش كتير، يعني ايه طقوسك قبل المباراه؟ بقعد مع نفسي كده شويه، ببقى يعني بقرا الفرقه برده اللي قدامي، اهم حاجه يعني بشوف مين الناحيه الثانيه البلوكات، يعني اضعف بلوكات عندي عشان ارفع عندها. نقطه ضعف هناك كتير، كابتن حمدي لما بيقعد معايا بيفهمني كل حاجه يعني. صحيح. بس فبننزل مركزين كلنا، وببقى يعني منبهه عليهم في بوزيشن كذا انا هرفع كذا، فانت هيدخل كذا مثلا في ناحيه الاستقبال كده يعني. بس فالحمد لله يعني كله بيتنفذ وكله بيسمع الكلام، فالنتيجه بتبقى كويسه الحمد لله. طب برضو يعني دي طقوس عامه، انا بتكلم على الطقوس الفرديه. يعني لا يعني انا لما كنت العب كنت احب دايما ايه يعني انا شايف مريم بتضحك، بس يعني اكيد في طقوس. يعني قصدي اقول ايه، الواحد كان يحب، في لعيبه يقول لك لا انا اشرب كوبايه شاي قبل الماتش، هي مالهاش حاجه، ما بتعملوش حاجه على فكره. لا هي طقوسي بقى ان انا مثلا واحنا رايحين الباص كده اقرا قران شويه، سوره ياسين بقى، اذكار كده شويه، لحد بقى ما نركز بقى في الماتش وكده.
بتحط هيد فون مثلا في التسخين ولا الكلام ده؟ لا 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 ما فيش الكلام ده. لا بندخل الماتش خلاص بقى كله خلاص دخلنا. طب وتربيط الايدين والصوابع؟ طبعا الصوابع. شفت انا بجيب حاجه؟ طب ايوه لا ده طبيعي اصلا مش كل حاجه ده طبيعي. الصوابع لازم نربط ولازم نرش طبعا كل حاجه لازم نسخن العضله. يعني مريم بتلعب بقى في الكتف بقى لها 3 4 سنين بالظبط فعلا. بالظبط يعني فلازم نربط ونرش يعني بقى وحقن في اوضه اللبس قبل ما نطلع. لا حاجات كتير قوي يعني. مش طقوس ده بقى حاجات دي مش دي حاجات عاديه بتاعت العادي بتاعكم. طب مريم برضو انت ايه الاخبار برضو الطقوس ايه؟ ما تقوليش طقوس الفرقه وبنركز والكلام بتاع التلفزيون. لا 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 قولي لي يعني. يعني في لعيبه والله قعدت معاهم يقول لك انا احب اشرب كوبايه شاي. طب بتعمل لك ايه؟ ما بتعمليش حاجه بس هو لازم اشرب كوبايه شاي. لا احنا بيبقى معانا كده مشروب بيبقى ايوه يعني مش شاي يعني مش عارفه اسمه ايه بالظبط بس هو بيبقى يعني حاجه زي كده بس ده بيبقى للفرقه كلها مش حاجه خاصه بينا. انا فاهم. بس وطبعا بنربط طبعا وبنرش وبناخد حقن وكده بالدور يعني حقن وكل حاجه وبس يعني. واحنا في الباص ممكن لو هقعد مثلا لوحدي فهقرا قران. هو في كده قران صغير بيلف على الفرقه كلها بتقراه. انتوا بتعملوها كفرقه؟ يعني واحده تدي اللي جنبها يعني ايه مثلا بتقراها كده. بالظبط. وبعد ما بنخلص بقى لو حد خلاص هيحط الهيد فونز في ودنه ويقعد لحد ما نوصل. فمجرد خلاص ما بننزل من الباص ما فيش بقى ضحك ولا اي حاجه في تركيز بقى وبندخل بقى اوضه اللبس نلبس ونركز ونتكلم ونتكلموا في المباراه فنيا بقى. لو في تشجيع كده شويه ممكن. طب انتوا لما بتلاقوا يعني الفرقه يعني انت برضو نجمه في الفريق سواء انت او شروق بس ساعات بتحسوا ان الفرقه مش يومها ساعات بتحسوا الفرقه خايفه. احنا كنا لعيبه وعارفين كده اللعيبه نايمه داخلين نايمين كده اوضه اللبس بتعملوا ايه؟ كابتن حمدي بيلاحظ من اول ما بنطلع الباص. شفت العقل على طول يعني طلعتنا للباص نفسها كده. حصلت في افريقيا السنه اللي فاتت هي حصلت في السيمي فاينل ماتش الشمس. انا مش عايز اروح له بس هو ده اللي حصل يعني. انا مش عارفه ايه اللي حصل لنا يعني. هو دي اوف يبقى على لعيبه بالظبط على واحده اثنين لكن احنا ما شاء الله على السته. كنت عارفين بنعمل ايه في الماتش. السته ما شاء الله كان نايم اكتر. بالظبط يمكن المسؤوليه زياده احساسكم بالمسؤوليه ممكن مسؤوليه او ممكن باصين لماتش الفاينل اكتر. لا 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 مش اللي حصل ان انتوا كنتوا قلقانين تخسروا فخسرتوا صدقيني هو ده اللي بيحصل. احنا بس لما بنركز والله 50% كسبناهم 25 12 يعني الثاني شوط كسبناهم 25 12 صحيح. بس انا مش عارفه ايه اللي حصل يعني. احنا بجد لو الماتش ده اتلعب 60,000 مره هنكسبه 3-0 صحيح. انا بجد مش عارفه ايه اللي حصل. بس هو بصي خدي بالك بيبقى في ماتش كده اوف سيزون. انا بقول لك يمكن انتوا الماتش ده احنا يعني حتى كنا في الاستوديو هنا قلقانين شويه لان هو ماتش ضغط عصبي لان هو يعتبر كان فاينل لان الشمس كان عامل ماتشات كويسه. فيمكن حته المسؤوليه الزياده دي جت معاكم باثر رجعي. يعني جت معاكم بنوم بزياده كده. عشان كده عايزين ناخد بطوله افريقيا ناخد بطارنا. لازم. بس خدي بالك كنا ممكن نعدي من الشمس ونخسر التونسي. الفريق التونسي كان برضو مستعد جامد وجاي. ما بحبش لا يعني لو كنا قابلنا كارتاج والله كنا هنكسبهم برضو. يعني انا كنت حاسه بكده يعني. بس هي احنا ما عداش في السيمي فاينال يعني. هي مشكله ان الدي اوف جه في بطوله وقت غلط مش خالص. مثلا ماتش الدوري او في ماتش في المجموعه يتعوض مثلا. يعني هو جه كده ببطوله كامله قوي واهم بطوله صحيح. طب قولي لي برضو يعني السنه دي انتوا يعني خلينا نتكلم في مصر يعني انتوا صعب ما لكوش منافسه يعني يبقى المنافسه للذات دي صعبه شويه. انت طموحك ايه مع الاهلي السنه دي؟ طبعا نفسنا ناخد الدوري كاس افريقيا طبعا 3 بطولات الاساسيه وبطوله عربيه. نفسنا نروح كاس عالم للانديه طبعا لو ان شاء الله خدنا بطوله افريقيا عشان احنا ما خدناهاش. طب الكارتاج هيشارك بطوله كاس عالم ولا لسه ما اتعملش؟ لا كاس عالم للانديه للي بياخد افريقيا بس. كارتاج اول بس لا ما فيش اصلا ما فيش لا افريقيا اساسا ما فيش كاس عالم. بياخدوا فرقه ثانيه من اوروبا يعني. احنا خدنا افريقيا مرتين ما رحناش. لا بيقولوا انها اتعملت. لا للولاد راحوا كاس عالم كان في البرازيل من سنه بالظبط. وبرده بعدها ما منعوا خلاص. طيب يعني انت عايزه 3 بطولات يعني او ما تتمنيه 3 بطولات مع الاهلي؟ طبعا. وبطوله افريقيا والبطوله العربيه يبقى كده 4 بطولات وبنروح كاس عالم للانديه يا رب ان شاء الله. طب شروق بس الدوري بقى فيه منافسين يعني دلوقتي. وادي دجله ماشي كويس؟ لا وادي دجله
خلاص يعني اتقفل مش فاللعيبه بتاعته كلها اغلبها راحوا الزمالك فالزمالك دلوقتي اكيد هيبقى قوه. وعندنا اوريدي الشمس كويس. عندنا الشمس والزمالك وسبورتنج. هليوبلس بعد فريده العسقلاني الدنيا عندهم صعبه شويه. يعني هليوبلس ممكن يبقى بعيد شويه بس ده على السيزون اللي فات ما اعرفش السيزون ده ممكن يبقى فيه. لا بس ان شاء الله انتوا تخلصوا على طول باذن الله. طب وليه يا شروق انت يعني السنه دي اخبارك ايه؟ نفسك ايه مع النادي؟ انا اول حاجه عايزه احققها اللي هي بطوله اللي هي الامم الافريقيه في المنتخب عشان دي مؤهله اليابان. موضوع زعلك قوي شكله. دي مؤهله اليابان يعني انا بتاعت المنتخب. بتاعت المنتخب دي مهمه قوي عشان يعني برضو انا من احلامي يعني ان انا اطلع كاس عالم فيرست تيم. انا ما شاركتش خالص وفي ناس اصلا يعني عندنا في الفرقه كبار لحد دلوقتي لسه برضو ما راحوش كاس عالم فدي اكتر حاجه يعني احنا بنحلم بيها. لما نرجع بقى ان شاء الله مع النادي عندنا 4 بطولات فان شاء الله باذن الله ناخدهم يعني اهم حاجه طبعا بطوله افريقيا. بتمنى ان هي تبقى على ارضنا يعني وسط جمهورنا. يا رب الاتحاد الافريقي يساعد ويديهالنا بس بيتهيألي الاتحاد الافريقي مش هيدي الاثنين النادي الاهلي مش هيدي ولاد ورجال يعني مش هيدي سوري رجال وسيدات صعب بيتهيألي. اتوقع كمان هيجيبوا هاندبول برضه هاندبول ولاد وبنات. هاندبول جاي. طب اشمعنى ولاد وبنات؟ لا عشان هو لا ما انا هقول لك عشان الرول بتاعت الاتحاد الافريقي بيعملها كده يعني حتى لما السنه اللي فاتت كانت في 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 اغادير الولاد والبنات لعبوا هم بيعملوها كده ورا بعض يعني تبقى زي دوره كده ورا بعض فدي عشان الاتحاد الافريقي انما الاتحاد الافريقي الطايره لا تهيألي انا توقعي كده هم يودوا الولاد بقى في اي حته خلينا على ارضنا لا ان شاء الله تبقى موجوده. طب قولي لي برضو يعني الالقاب الشخصيه او الالقاب اللي انت خدتيها على المستوى الشخصي افريقيا كانت ايه برضو يا شباب؟ انا دي كانت احسن بطوله اللي هي بطوله افريقيا اللي هي كانت في تونس اللي هي كانت مش السنه اللي فاتت دي لا مش اللي احنا خسرناها اللي قبل كده 2016 كانت في تونس كانت بطوله برضو صعبه جدا صحيح. حصلت على احسن بلاي ميكر برضو في افريقيا دي كانت اول مره والبطوله العربيه برضو حصلت على احسن بلاي ميكر في العرب بس. ما شاء الله. طيب يعني اكيد هيبقى موسم صعب ومحتاج استعدادات اكيد اكيد ومحتاج منكم تعب. كابتن حمدي برضو اكيد يعني بيمرنكم تمرين بنظام شديد يعني احنا اصلا عشان هم بتوع 23 في المنتخب دلوقتي بيلعبوا بطوله عالم في سلوفينيا فاحنا بس 4 فيرست تيم فاثنين في الاهلي واثنين في الشمس فاحنا لما رجعنا الاهلي يعني تقريبا احنا هنتمرن معاهم 10 ايام بس هو بجد مش رحمنا صحيح وهو بس ان شاء الله انتوا قادرين باذن الله يا رب اكيد ان شاء الله. شروق نورتيني والله وكان نفسي يعني اللقاء يعني يستمر كتير بس ان شاء الله هيكون بينا لقاءات بعد ما كسبكم بطولات كتير نورتيني يا شروق ان شاء الله باذن الله والتوفيق الفتره الجايه كلها. مريم الحمد لله على سلامتك ونورتيني وشرفتيني. ميرسي يا كابتن ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين الحقيقه الحلقه مرت سريعا كان معانا نجوم على مستوى كبير كان معانا اخبار كتير بشكر حضراتكم على متابعتكم لينا انتظرونا الاسبوع الجاي اكيد هيكون في لقاءات بنجهز حلقه ان شاء الله تعجبكم الاسبوع القادم في انتظار المنافسات تنطلق عشان نبتدي نغطي ملوك الصالات في كل حته بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ميعادنا الجمعه الجايه من 7 ل 9 شكرا لحضراتكم.